بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. وزي ما تعودنا الفتره اللي فاتت كلها بيبقى حلقتنا عباره عن نصفين، النصف الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه النهارده عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار ان شاء الله يعني نجمع لحضراتكم اللي حصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا. النص الثاني معانا الحقيقه حرفيا مستقبل مصر في الاسكواش. الاسكواش هي لعبه زي ما حضراتكم عارفين مصر بتتفوق فيها من قديم الزمان يعني. والتصنيف العالمي دلوقتي متصدره لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر مصطفى عسل، هو رقم واحد. وبالمناسبه هو كان معانا من حوالي 10 ايام قبل ما يسافر امريكا يلعب البطولتين، بطوله شيكاغو وبطوله هيوستن تقريبا، انا مش فاكر اسم البطولتين، بس هو قبل ما يسافر كان معانا وكان في الثاني التصنيف العالمي. وقبل ما يسافر هو نفسه ادانا يعني انفراد انه بالتصنيف الشهر الجديد غالبا هيكون الاول، هو كان حاسبها هو ادرى. فالحمد لله مصطفى النهارده في التصنيف الاول على العالم وعنده فاينل مع محمد الشرباجي ان شاء الله في بطوله هيوستن هناك في امريكا، ربنا يوفقه. احنا معانا بقى في النص الثاني مستقبل الاسكواش في مصر. النادي الاهلي عنده لعيبه الحقيقه مثلت مصر الفتره اللي فاتت. في ديسمبر ويناير بيكون في بطولتين مهمين قوي على مستوى العالم. البطوله الاولى بتبقى في امريكا، بطوله امريكا المفتوحه للجونيورز، دي بتبقى في الجانب الشرقي من امريكا. والحقيقه انا كان ليا الشرف ان انا رحت البطوله دي ثلاث مرات، رحتها 2014 و15 وتقريبا و17، رحتها يعني وحضرت فعالياتها. والبطوله دي كانت زمان اي حد بيشارك فيها، دلوقتي بقى الرانكينج بس هو اللي شاركوا فيها، فبقت بطوله قويه جدا بالنسبه للناشئين. بتبقى المراحل كلها 13 15 17 19، بطوله قويه جدا جدا جدا. النادي الاهلي سافر في بطوله امريكا بعدد من اللاعبين ووفق في ذهب هناك، وايضا في البطوله بقى اللي بعديها المهمه اللي بتحصل في الشهرين دول، بطوله انجلترا اللي بتحصل في يناير، واللي كان معانا مصطفى في الحلقه بتاعتنا وكان مروان اخوه مسافر يلعبها. ففي خمس لاعبين من النادي الاهلي سافروا بطوله انجلترا المفتوحه، وبطوله انجلترا اقوى واقوى واقوى من بطولات الموسم، يعني انجلترا وامريكا يضاهوا في قوتهم بطوله عالم. طيب عملنا احنا ايه؟ احنا شاركنا بخمس لاعبين ولاعبات ناشئات، رحنا في بطوله بريطانيا، خدنا ثلاث ميداليات، خدنا اثنين ذهب وواحده فضه. وفي انجلترا وفي امريكا خدنا واحده ذهب، يعني عندنا اربع لاعبين النهارده، اربع لاعبين معانا. سيف الدين رفاعي اول انجلترا، مروان عسل اول انجلترا، يوسف هشام تاني انجلترا، عندك فاروق احمد فاروق اول امريكا. اللعيبه دول لسه راجعين بميدالياتهم، ودول مستقبل الاسكواش في مصر. يمكن يعني اللي نعرفه واللي معاه ودينا معاه مروان عسل عشان اخو مصطفى، ولكن المجموعه دي كلها مجموعه هايله، النادي الاهلي بيرعاها ان شاء الله توصل تبقى في التصنيف وتبقى هي الجيل اللي بعد كده ان شاء الله هيحمل الرايه بعد جيل مصطفى عسل ان شاء الله. في النص التاني من حلقتنا اتفرجوا عليها وهنتكلم في تفاصيل كتيره جدا للمهتمين بالسكواش. هنروح للخبر الاساسي عندنا النهارده، وهو منذ قليل تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي مراسم توقيع الرعايه الرابعه او الشركه الرابعه المتعاقده مع النادي الاهلي كحق رعايه. شركه مراسم اللي تم التوقيع، وشفنا كابتن محمود الخطيب وشفنا مراسم التوقيع، رابع شركه يتعاقد معها النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا ده انجاز كبير، ولسه القادم كمان احسن، القادم لسه فيه، وفي كمان لسه المزيد والمزيد هيتم الاعلان عنه في وقته. طبعا المهندس سيف الوزيري قايم بدور كبير جدا في هذا الموضوع. النادي الاهلي باسمه وشعبيته وجماهيريته مسهل الدنيا خالص. النادي الاهلي هنا بنتكلم عن كيان جاذب للشركات الكبرى، مش بس عشان تاريخه وسمعته ونتائجه، لا، وعشان الحاضر، الانضباط والالتزام والحرفيه والاحترافيه في الشغل، هو ده النادي الاهلي. يشجع كبرى المؤسسات النهارده في العالم، انا بقول في العالم، كبرى المؤسسات في العالم ان هي النهارده تبقى عايزه تعمل تعاون وشراكه مع النادي الاهلي. الموضوع ده يا جماعه في منتهى الاهميه، لان دي عقود 3 4 سنين جايين. فالنهارده احنا بنشوف انجاز كبير جدا بيتم، وشركات كبيره جدا النهارده بتخش من بوابه النادي الاهلي للاستثمار او في المجال الرياضي او للاعلان في المجال الرياضي. زي ما حضراتكم شايفين الحفل على اعلى مستوى تم نقله على قناه النادي الاهلي على احسن مستوى، ما سبناش تفصيله ما جبناهاش لحضراتكم.
يعني الحقيقه انا بس عايز اقول حاجه، ان العقد ده مش بس مهم لمستقبل النادي الاهلي في كره القدم، لا ده مهم كمان للالعاب الاخرى. لان كابتن محمود الخطيب لو خدتوا بالكم في كل اشاره او كل خطاب بيشير انه الالعاب الاخرى اصبحت ليها ميزانيه وبادجت كبير، والنادي الاهلي هنا بيسعى للبطولات، مش بيسعى بس ان هو يبقى الالعاب دي موجوده. في انديه تانية الحقيقه لما فرقه بتخسر او حاجه يعني انا يعني بيمشوهم، انما النادي الاهلي لا، النادي الاهلي بيقف جنب فرقته وبيرعى الفرق عشان في الاخر الفرقه دي تروح تمثل منتخبات مصر. فهنا في ضغط كبير جدا على النادي الاهلي، ضغط كبير، لازم يكون في شراكه مع شركات كبيره زي دي. النهارده طبعا يعني التبادل التذكار والهدايا التذكاريه، النهارده النادي الاهلي يا جماعه يعني حاجه تفرح. انا والله قاعد قبل ما اطلع الهوا كنت قاعد مع زمايلي بتفرج على التغطيه، وبتفرج على قد ايه النادي الاهلي اسم كبير ويشرف اي حد انه يعشق هذا الكيان. والحقيقه احنا نتمنى ان شاء الله ان كل ده في النهايه يبقى متصب في اسعاد جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي اللي هي المحرك الاساسي والمالك الاساسي للنادي الاهلي. وخليني اقول لكم كمان ان لسه القادم افضل، احنا النهارده بنتكلم على اربع رعاه، ان شاء الله القادم افضل، وباذن الله انتظروا الجاي، لانه الحقيقه النادي الاهلي باسمه وبتاريخه وبالحاضر جاذب لاي شركه عالميه انها تتعاون معاه، والحقيقه ده في الاخر ان شاء الله اكيد خير للنادي الاهلي. هنروح لاخبارنا، هنبتدي كما تعودنا بكره اليد. كره اليد النهارده لا حديث يعلو فوق صوت منتخب مصر اللي بيلعب في بولندا ضمن المجموعه السبعه. لعب مباراه من يومين مع كرواتيا، احنا لعبنا كرواتيا قبل كده خمس مرات ما كسبناهمش ولا مره. استطاع المنتخب المصري انه يفوز على كرواتيا في مباراه يعني ممكن تكسب فرق جون، فرق جونين، انما عشان تكسب بالسكور ده وتكسب بالشكل الحلو ده، لا انت لازم تفخر كمصري ان انت عندك منتخب في كره اليد بهذا الشكل. والاستمراريه في الاداء، الماتش خلص فرق 9 اهداف 31-22. ونفرح كمان اكتر ان في 6 لاعبين النادي الاهلي من النادي الاهلي بيشاركوا في قوام المنتخب. طبعا المدير الفني روبرتو جارسيا الحقيقه اللي عمل تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر وحاضر كمان. الشوط الاول كان خلص 16-12، الشوط الثاني خلص النتيجه زي ما قلت لحضراتكم 31-22. اداء رائع، الجوال كيبر كويسه، علي زين خد مان اوف ذا ماتش. انا مش عايز انسى حد، كل اللعيبه هايله. محسن رمضان النهارده حاطط 7 اهداف، عندك دودو، عندك سند، انا مش عايز، ويحيى الدرع وسيف الدرع، انا مش عايز انسى حد. احنا بقينا حافظين لعيبه كره اليد بالمثل زي ما لعيب كره القدم. النهارده لعيبتنا بتلعب في احسن الدوريات في اوروبا. طبعا كل ده واحنا مفتقدين جهود مين؟ يحيى خالد. يحيى خالد من افضل لعيب العالم، رباط صليبي ما بيلعبش. النهارده انت بتعمل جيد جديد، النهارده احمد الاحمر ما بيلعبش. لعيبه كتير جدا صغيرين، النهارده ماتش المغرب اتفرجت على الشوط الاول قبل ما اطلع. مستر جارسيا عمل روتيشن مع ماتش المغرب، عمل روتيشن، النتيجه دلوقتي 22-14، فرق 8 اهداف، والنتيجه في واللعب شغال في الشوط الثاني. النهارده لما نلاقي النهارده انت بادئ بالتشكيل بتاعك في الملعب مش الاساسيين، والحمد لله بتفوز على المغرب بشكل، لا النهارده منتخبك يعني منتخب حلو. انا كنت بتكلم مع زمايلي، كنا زمان بنعتمد في المنتخب مصر على 1 2 3 كويسين، النهارده عندك تنوع، الونجات بتلعب الباك رايت والباك ليفت بيلعبوا، السنتر هاف، الدايره، الدفاع، عندك في كل مكان لاعب واثنين وثلاثه واعمار سنيه. النهارده مهاب النهارده عمل ماتش كبير جدا، ماتش المغرب وقابله، يعني قصدي اقول لك عندك جيل بيطلع بقى اللي هو كان جيل الشباب وجيل الناشئين اللي خدوا كاس عالم وتالت عالم، النهارده هو اللي بيشيل. الحقيقه كره اليد في حته تانية، في قصه تانية، في حدوته تانية خالص، بالاتحاد اللي بيدير الموضوع من 20-30 سنه بنفس السياسات، والهدف هو مصلحه مصر ومنتخبات مصر. لا النهارده لازم الدراسه دي تتعمل، لازم نشوف ايه الوضع، لازم نشوف ليه ما عندناش منتخبات زي كره اليد. طب ما هو نفس اللعيبه، طب ما هو نفس السيستم، طب ما مش، لا مش نفس السيستم، انا قصدي نفس اللعيبه، يعني نفس القاعده اللي انت بتختار منها. ايه الفرق بين السله مثلا واليد؟ ايه الفرق بين الطايره واليد؟ ليه ما عندناش منتخبات عالميه؟ لازم التجربه دي يعني تتحلل وتدرس صح، ويبقى فيها يعني دراسه متانيه عشان تتطبق على كل الاتحادات. وانا برضو عايز يعني اشيد كمان بالروح، النهارده المنتخب بيلعب عشان يمتع الشعب المصري، بيمتعوا الشعب المصري. ماتش كرواتيا ده هيدخلنا الدور اللي بعد، ان شاء الله نكسب المغرب زي ما قلت لحضراتكم فرق 8 اهداف، وان شاء الله نكسب امريكا، وهنطلع الدور اللي بعد كده انت طالع بنقطك، فانت طالع اول،
فما بالك بقى انت لو طالع اول وربنا كرمك في الثلاث ماتشات اللي في الدور اللي بعد كده، نظام البطوله 32 فرقه، هيطلع هيخرج مجموعه يطلعوا 24 يتقسموا على ست مجموعات، كل مجموعه اربعه، ياخد اول وتاني دور الثمانيه. فانت هتطلع على دور ال 24 معاك نقطك، وهتلعب هترد على مجموعه من المجموعات تلعب الثلاث فرق اللي هناك. فدلوقتي انت لما تطلع كرواتيا عندها مشكله، كرواتيا ما عندهاش اوبشن تخسر ماتش في اللي جايه فيه. طيب مين طريقنا في دور الثمانيه؟ طريقنا السويد، بس 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 احنا طريقنا السويد بس ان شاء الله احسن الخيارات. طالما انت بعيد عن فرنسا، كرواتيا خلاص كسبتها، طالما بعيد عن فرنسا والسويد فانت ان شاء الله في المنطقه الدافيه. ممكن ان شاء الله نعمل اي نعم هيبقى ملعب السويد وجمهورها، ولكن منتخب مصر ما بقاش خلاص، كلها لعيبه بتلعب في اوروبا بيلعبوا في اي اجواء. فالحقيقه معلش طولت في منتخب مصر في كره اليد لانه يستحقوا. طيب مين السته بتوع النادي الاهلي اللي بيشاركوا مع المنتخب؟ عندنا عبد الرحمن حميد، احمد خيري، محسن رمضان، مهاب سعيد، ابراهيم المصري، احمد عادل، والسته بيلعبوا، والسته ليهم دور والسته بيشاركوا. انا شايف يعني عادل عامل ماتش حلو جدا كرواتيا، عندك ابراهيم المصري صخره الدفاع، مهاب سعيد ما شاء الله عليه، محسن رمضان في مفاجاه سبع تصويبات الماتش اللي فات حاططهم السبعه، يعني نسبه تصويب 100% ودي ما بتحصلش، كل شوطه شاطها على المرمى بجون. محسن رمضان عامل فورمه كويسه جدا، السيستم كويس، يا رب يكملوا، ونفسنا في ميداليه ذهب، ليه ما نحلمش؟ مع المنتخب ده لازم نحلم، لازم نروح لابعد نقطه، ليه ما ناخدش اول عالم؟ يقدروا، والمنتخب المصري بيحظى باحترام الجميع. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، وهو مباراه كره السله الاهلي والزمالك اللي تابعناها الاسبوع الماضي، واللي فاز فيها النادي الاهلي في صاله عبد الرحمن او عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك ب 100 عقبه، فاز بفرق كبير الحقيقه، فرق 28 نقطه. المباراه يعني ادى فيها النادي الاهلي ادى فيها بشكل جيد جدا، ومش كده بس، الفكره انه النتيجه 92 64، اسف انا مش حافظ الارقام بس حافظ الفرق 28 نقطه. الجميل في المباراه دي ان اللعيبه سيطرت على المباراه من الاول للاخر. على فكره نادي الزمالك فريق كويس، عندهم محترف ولعيبه كامله، عشان ما نقولش ان في نادي الزمالك كان بيلعب قبل كده من غير محترف، لا في محترف دلوقتي، وعلى صاله عبد الرحمن فوزي، واللعيبه كامله ما فيش اصابات. فالنهارده نادي الاهلي لما يستطيع انه يفوز على نادي الزمالك ويواصل سلسله انتصاراته، النهارده احنا بنتكلم دي المباراه السابعه على التوالي فوز للنادي الاهلي في كره السله، الحقيقه ده ياكد لك قد ايه ان الحاضر باذن الله بتاع النادي الاهلي في كره السله. الحاضر والارقام، خمس بطولات السنه اللي فاتت، وان شاء الله احنا خدنا بطوله السنه دي، ولسه في بطولتين وثلاثه، يعني لسه الجيل ده عنده كتير. يعني اللي عايز اقوله ان المباراه كان الجميل فيها مش السكور، الجميل فيها هي الاداء، الثبات، الروح، الوحده اللي كانت عليها اللعيبه، مين لعب مين طلع. ابو النصر عمل مباراه دفاعيه جميله جدا، جندي المجهول، طول عمري بقول ابو النصر ده جندي المجهول، قول زي ما تقول، روح يمين شمال، ابو النصر ده صخره من صخرات الفريق. طبعا النجوم هاب امين، عندك اسماعيل، عندك والتر هوج، اتكلم، عندك عمرو الجندي، النجوم خلاص حطوا يعني اسمهم من ذهب، ولكن انا بتكلم على الجنود المجهولين اللي بيأدوا اداء ودايما بيبقى بالمعاد موجودين وما بيهمهمش. الحقيقه مباراه كانت حلوه، مباراه اللي اتفرج عليها استمتع باداء النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي سعيد جدا. طيب عندنا المباراه الجايه نادي الجزيره، هنلعبها في استاد القاهره بعد بكره باذن الله، هتبقى المباراه يوم الثلاث بعد بكره، تمام. ونادي الزمالك عنده الاتحاد السكندري في اسكندريه، والمباراه اللي بعد كده بقى نادي الاتحاد هنستضيفه عندنا في صاله الامير عبد الله الفيصل او بمقر النادي الاهلي يوم الجمعه القادم، وان شاء الله هنذيع الماتش ده لحضراتكم على الهواء مباشره لانه في صاله الامير عبد الله الفيصل. فطبعا النادي الاهلي لسه متسيد الدوري هو والاتحاد مناصفه، المباراه يوم الجمعه هتبين مين اول ومين تاني، بس الحقيقه انا ما بيشغلنيش اول مين اول ومين تاني، لان الاثنين مش هيلعبوا بعض في السيمي فاينل، المهم ان الاهلي والاتحاد ما يلعبوش بعض، اول او تاني مش فارقه، المهم ان احنا ما نشوفش بعض غير في الفاينل. ليه؟ لانه لو شفنا بعض قبل الفاينل يبقى ده غالبا هيكون فاينل مبكر، بس نتمنى ان شاء الله الفاينل، ولكل مقام مقال، وخمس مباريات بيست اوف فايف انا وانت بقى، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، واللي نفسه طويل واللي عنده سكواد قوي، لا الدنيا محتاجه يعني شغل كتير، والدوري هيروح ويجي لانه بعد مباراه الاتحاد بتقريبا مباراه او اتنين هيتم ايقاف الدوري، وتعالى لي بقى في فبراير الويندو الاخيره، وان شاء الله هنبارك لمنتخب مصر التاهل لكاس العالم، ولكن التاهل حاجه كويسه جدا وتسعدنا، ولكن نركز في الاداء في كاس العالم، لازم نعمل طفره كبيره في الاداء، لازم منتخب مصر ما يبقاش هدفه المشاركه في كاس العالم فقط،
لازم زي مالي وزي نيجيريا وزي الفرقه دي يبقى عندنا طموح ان احنا نروح كاس العالم نحرج الكبار، نكسب ماتشات كبيره زي اليد ما بيعمل كده. ما يبقاش احنا بس رايحين كاس العالم مجرد ان اشتراكنا في كاس العالم حاجه كويسه 100% حاجه كويسه، ولكن الافضل ويبقى 200% لو رحت كاس العالم ما رحتش ضيف شرف وخرجت من تصفيات، لا تاخد لك مباريات قويه تطلع الدور اللي بعد كده تعمل انجاز تحط نفسك وتشجع الجيل اللي طالع ان انت تكسب. هروح لكره السله سيدات. الاسبوع ده او اليومين اللي فاتوا كان عندنا مباراه مع الجزيره، بالمناسبه نادي الجزيره لعب في مباراته في مركز شباب الجزيره، لعب المباراه مع النادي الاهلي في مركز شباب الجزيره. المباراه خلصت بنتيجه كبيره ايضا 91-65. فريق السيدات زي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله 3 بطولات من 3 هذا الموسم، احنا بنلعب دلوقتي في السوبر وفي الادوار المتقدمه. وبالنتيجه دي الاهلي تصدر الترتيب برصيد 10 نقاط في الفوز في 5 ماتشات. الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي سموحه في ماتش قوي، خصوصا ان سموحه بيدربه طبعا الرايق كابتن عماد محمود، وكان حقق معاهم فضيه البطوله العربيه الاخيره. فرقتنا لحد دلوقتي محققه الميداليه العلامه الكامله زي ما قلت لحضراتكم، وهدفها الفوز بكل البطولات. هي كسبت طبعا 3 بطوله المرتبط، بطوله القاهره، كاس السوبر، وان شاء الله داخله على الدوري السوبر، نتمنى تكسبه ان شاء الله. والسنه الجايه بقى نبتدي نخش نخرج للعالميه، بطوله عربيه، بطوله افريقيه كحامل لقب، لسه عندنا كاس مصر، لسه عندنا بطولتين ان شاء الله نكسبها ونخش. زي ما حضراتكم شايفين دي صور من مباراه الاهلي والجزيره، المباراه اتلعبت على مركز شباب الجزيره. الحقيقه صاله حلوه، الحقيقه انا رحت الصاله دي تم تطويرها من 2-3 سنين، وزي ما حضراتكم شايفين صاله مغطاه بشكل جيد. لا صاله حلوه، انا رحتها يعني صاله جيده جدا ومجهزه لاستضافه المباريات من النوع ده. يعني طبعا هي مش مجهزه لاستضافه مباريات جماهيريه، ولكن مباريات كده لا حلو تلعب عليها. وبالعكس يعني انا بشجع الفرق تاخد الصاله دي ما قر ليها، وقريب يعني مش بعيد، يعني نادي الجزيره خطوتين يبقى في مركز شباب الجزيره، يعني الدنيا قريبه مش بعيد. هنروح لكره كره الطائره رجال. كان عندنا مباراه مهمه مع قارون في ثمن نهائي كأس مصر. المباراة اتلعبت في الفيوم على صالة أو ملعب قارون، والحمد لله فزنا بنتيجة 3-0 وتأهلنا لربع نهائي كأس مصر. كرة الطائرة رجال ماشية كويس، عندنا أداء أحسن من كده، خلينا نتكلم بمنطقية وواقعية، ولكن احنا لسه في بداية الموسم، لسه ما وصلناش للتوب فورم. وزي ما قلت لحضراتكم إن هدف كابتن محمد مصلح حميد هو إشراك أكبر عدد من اللاعبين، عشان الموسم ده طويل ولنفسه طويل ولعبته أكتر والسكواد بتاعه كويس. لا طبعا اللقطات دي من صاله عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك في الفوز اللي فزنا فيه 3-0، وده في مباراه الذهاب. في العوده الفريق ده فاز على الزمالك ايضا 3-1. الاهلي هيلعب في دور الثمانيه باذن الله في الكاس مع كسبان من ترسانه ومصر البترول. وطبعا بنفكر حضراتكم ان فرقتنا كانت خلصت الدور الثاني من الدوري وهي متصدره بعد ما فازت كل الماتشات، وكان اهمهم طبعا الفوز على نادي الزمالك ذهابا وايابا، وده حطنا على قمه المجموعه. نتمنى ان شاء الله الفوز لكابتن محمد مصلح ميدو ورجال الماسترز عشان نرجع تاني، او الدوري والكاس يرجعوا لمكانهم المفضل في نادي الاهلي. طيب هنروح لسيدات الكره الطائره، والاهلي يهزم الصيد ويتوج بكاس السوبر المصري لكره الطائره سيدات. السوبر ده بطولة سيدات أول مرة يعني تتلعب السنة دي، واتلعبت بشكل إن هم 4 فرق، الأهلي وادي دجلة والصيد وسبورتنج، واتلعبت ماتشين. يعني إحنا كنا بنلعب وادي دجلة وسبورتنج والصيد بيلعبوا بعض، إحنا كسبنا وادي دجلة والصيد كسب سبورتنج، لعبنا على الفاينل والحمد لله. أول بطولة للسيدات أو أول بطولة لقطاع الطائرة سواء رجال أو سيدات، أنا بتكلم على الكبار، هي البطولة دي بطولة السوبر للسيدات، وفزنا 3-0. دي طبعا صور وفيديوهات من مراسم التسليم الكأس السوبر اللي تسلمه طبعا النادي الأهلي، وجت نتائج الأشواط 25-15 25-21 25-16. وزي ما قلت لحضراتكم طلعنا النهائي بعد الفوز على وادي دجلة. كابتن نهلة سامح صاحبة 50 بطولة، الرقم اللي أنا قلته ده صح، كابتن نهلة سامح في تاريخها مع النادي الأهلي على المستوى الفريق الكبير، أنا مش هتكلم عن الناشئات هتكلم عن الكبير، احنا بنتكلم في 50 بطولة. يعني بصراحة إنجاز كبير جدا، وحاجة تدل على إن ال10 سنين أو 15 سنة اللي لعبتهم نهلة سامح النادي الأهلي كان عامل إزاي. طيب والناحية التانية من قبل النهائي كان سبورتنج والصيد، والصيد فاز على سبورتنج بنتيجة 3-2، والأهلي هو حامل لقب الدوري والكأس السنة اللي فاتت، ولسه طبعا الدوري والكأس شغالين بتوع السنة دي. نتمنى طبعا إن الفريق ده يفوز ب3 بطولات السنة دي، زائد بطولة أفريقيا اللي هتتلعب في شهر مايو. بطولة افريقيا ان شاء الله رجال وسيدات هتستضيفها مصر، ولكن ايه شروطها وهيبقى ايه وضعها وهتتلعب على ملاعب ايه، ولا مين اللي هينظم فعالياتها؟ الحقيقه لم يعلن حتى الان
عن تفاصيل البطوله، لكن عرفنا ان هي في شهر 5 رجال وسيدات، وهتكون في ارض مصر الحبيبه. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، لا تذهبوا بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح للسكواش، وزي ما قلنا في الانترو بتاع حلقتنا واتكلمنا عن مصطفى عسل، وقلنا ان مصطفى عسل هيلعب نهائي بطوله هويستن الامريكي المفتوحه للسكواش بعد تغلبه على مروان الشرباجي في قبل النهائي والفوز عليه 3-1 وبعد انسحاب مروان للاصابه. ومروان والناحيه الثانيه طرفي قبل النهائي محمد الشرباجي فاز على مازن هشام لاعب نادي وادي دجله بنتيجه 3-1. كده اللقاء هيكون ما بين مصطفى عسل ومحمد الشرباجي. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، مصطفى عسل بيتصدر التصنيف العالمي للسكواش، الف مليون مبروك، ودي المره الاولى ليه وهو صاحب 21 عاما. الحقيقه مهم جدا بطوله هويستن، وبعد كده هيروح على بطوله شيكاغو على ما اتذكر. بطولتين دول مهمين جدا لان هم بطولات بلاتينيه، يعني ليها درجات عاليه على تصنيفها او الدرجات بتاعتها عاليه في التصنيف. مصطفى لسه في بدايه المشوار، مصطفى بيعلم جيدا طبعا، بيحتفل بحركه مؤمن زكريا ربنا يشفيه، واهي دي طبعا صورته المفضله واسبق وخلاص. هم بره ما يعرفوش يعني قوي هو بيحتفل كده، بس خلاص خلى حركه او احتفال مؤمن زكريا خلاه ترند عالمي في الاسكواش. طبعا نتمنى التوفيق لمصطفى، مصطفى من اللعيبه المجتهده جدا واللعيبه الدؤوبه. مصطفى بيقابل يعني بمقاومه شديده جدا للاسف، ولكن هو قدها وزي ما بيقولوا يعني ده بيقويه مش بيضعفه. مهم جدا يثبت نفسه، مهم جدا يركز في الاسكواش، مهم جدا يتقبل اي ضغوط، هو لسه صغير وان شاء الله المستقبل بتاعه باذن الرحمن. هنروح ليثرب عادل لاعيبه منتخب مصر والنادي الاهلي، واللي تلعب بطوله دوليه الان كارول ويلمور، بطوله الاسكواش المفتوحه في امريكا، ونجحت انها تحصل على المركز الثالث الحقيقه. والبطوله اتلعبت من الفتره دي صوره يثرب عادل لاعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر. البطوله كانت اتلعبت الفتره من 11 ل 15 يناير، واتلعبت في ولايه بروكلين. البطوله دي مجموع جوائزها 51,000 دولار. طبعا هي خدت الثالث بعد ما خسرت قبل النهائي من المواطنه الامريكيه اوليفيا فيتشر المصنفه الاولى على البطوله، وخسرت 3-0. هارد لك ان شاء الله يثرب، الجاي افضل. يثرب عادل كان بدات مشوارها بالفوز على بطله سويسرا 3-0، وبعدين فازت على بطله ويلز في دور ال 16 بنفس النتيجه 3-0، اما دور الثمانيه فكانت فازت على زميلتها في المنتخب سلمى هاني بنتيجه 3-0 ايضا، الى ان خسرت قبل النهائي طبعا زي ما قلنا لحضراتكم من اللاعبه الامريكيه اوليفيا فيتشر. ياسر بدات طبعا تركز في السكواش تاني بعد ما بعدت طبعا يعني نتيجه اصابه ونتيجه ايضا الزواج السعيد، ودلوقتي مركزه في السكواش وعايزه تستعيد مستواها تاني. وكل التوفيق لياثرب. ياثرب كانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات هنا، نتمنى لها كل التوفيق. وكده نكون خلصنا اخبارنا داخل جدران نادي الاهلي. هنروح للاخبار المحليه، هنبتديها بالبطوله العربيه في سوريا. الحقيقه وانا بقرا الخبر، استنوا معلش يا جماعه قبل ما نروح بس للصور، الحقيقه انا اول بطوله في حياتي لعبتها سنه 1992 بطوله عربيه ايضا، وكانت في سوريا. انا عايز بس اتكلم، انا اول ما شفت الخبر الحقيقه اتحركت جوايا مشاعر كتير جدا جدا. الحقيقه سوريا احتضنت بطولات عربيه كتيره جدا. انا لما شفت الخبر الحقيقه ان رفع الاثقال هيلعبوا في سوريا، الحقيقه يعني مشاعر اتحركت جوايا، لان اول بطوله في حياتي انا كهيثم السعيد لعبتها مع منتخب مصر، وكان المدير الفني كابتن طلعت جنيدي الله يرحمه رئيس جهاز الرياضه بعد ذلك، وكان مدربنا، كنا منتخب 17 سنه الحقيقه، وانا كنت مشارك مع الجيل الاكبر مني، ولعبنا في صاله الفيحاء في قلب دمشق. والحقيقه رحنا هناك، مش عايز اقول لكم انا بالنسبه لي كانت اول بطوله العبها دوليه او اخرج بره مصر. ورحنا الاول بيروت عملنا معسكر، وبعد كده رحنا على سوريا. انا بشارك مع حضراتكم الذكريات عشان تعرفوا قد ايه يعني سوريا كدوله عربيه نفسنا ترجع تاني ونفسنا نلعب فيها مباريات. فروحنا صاله الفيحاء، والجمهور طبعا السوري كان حاضر المباراه، والنهائي كان مع منتخب سوريا. الحقيقه انا مش عايز اقول لكم قد ايه حجم الترحاب اللي شفناه هناك. لغايه دلوقتي انا هذه البطوله لسه فاكرها، حجم الترحاب وحجم الحب الحقيقه اللي شفناه من اشقائنا هناك، وقد ايه كان منتخب مصر مرحب بيه. وكنا من ضمن الحاجات الحلوه كانوا بيسيبونا نختار اوضه اللبس الاول اللي احنا عايزينها، يعني كان ترحاب بشكل جيد جدا. فلما قريت الخبر وقعدنا بعد كده نروح بطولات عربيه كتيره، كان بطوله عربيه مره في سوريا ومره في مصر، وكنا بنتبادل الزيارات مع المنتخب السوري ساعتها، وكنا بنلعب بطولات عربيه كتير هناك. فالحقيقه لما قريت الخبر وسعدت جدا جدا، ويعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرق العربيه، ونتمنى طبعا لسوريا الشقيقه انها تنظم بطوله جيده باذن الله. 12 لاعب هيمثلوا مصر في رفع الاثقال ان شاء الله هيلعبوها في البطوله العربيه بسوريا.
بعثتنا سافرت امبارح الحقيقه لدمشق عشان تشارك في البطوله العربيه للمنتخبات، اتلعب بفتره من 15 لحد 21 يناير اللي احنا فيه. منتخبنا مشارك في البطوله بقائمه مكونه من 12 لاعب ولاعبه، وهم اياد محمد على وزن 55 كيلو جرام، وعبد الرحمن محمود بخيت وزن 61 كيلو جرام، ورحمه احمد عبد الرازق وزن 81 كيلو جرام، وايه محمد عبد الله وزن 55 كيلو جرام، ومنى حامد محمد وزن 64 كيلو جرام، ونعمه احمد مسعود وزن 59 كيلو جرام، وريناد محمد حسن وزن 76 كيلو جرام، وشمس محمد احمد وزن فوق 87 كيلو جرام، وفاطمه محمود صادق وزن 81 كيلو جرام، وجنى علي جنى عبد الفتاح جوده وزن 71 كيلو جرام، وبسمه رمضان وزن 54 كيلو جرام، وحنين احمد وزن 59 كيلو جرام. وقال محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال ان المنتخب مشارك بمجموعه صاعده من اللعيبه بهدف تجهيز صف ثاني، وده استعدادا للمشاركه ببطوله العالم للشباب واللي هتكون في اسبانيا شهر 3 اللي جاي. الحقيقه الخبر هنا واضح، انا وانا بقرا الاسامي انا مش حافظهم، ولكن وانا بقرا الاسامي الحقيقه ما لقيتش اسامي من اللي اعرفها، فكانوا التعقيب كابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد انا كنت فهمته من بين السطور ان دي مجموعه 12 لاعب ولاعيبه جداد، الحقيقه انا صف ثاني. وتفسير كابتن محمد عبد المقصود انه بيشارك بطوله عربيه دي عشان استعداد الشباب دول لبطوله اسبانيا، لازم يكون في صف تاني. الاثقال بعد الثلاث سنين بسبب الايقاف، اللعيبه الكبار اللي موجودين دلوقتي مستعدين لباريس 2024، وفي مجموعه شباب برضو 22 23 سنه، ولكن انت محتاج جيل 15 و16 سنه و17 سنه عشان اللي جاي. احنا اللعبه دي بتميز بيها، واللعبه دي دايما باذنك يا رب بنحط عليها امال بميداليه او اتنين في الاولمبياد، فلازم ابني على ده، ابني على اللعبه دي ان انا عندي ميداليتين على جنب كده، الخماسي يجيب لي ميداليتين، الجودو تايكوندو، شايفين يعني انا بقول لكم احنا ممكن لو ربنا كرمنا وركزنا، طبعا خسرنا الكاراتيه، لو ركزنا بدخول رفع الاثقال مع الجودو مع المصارعه مع عندك التايكوندو الالعاب دي احنا ممكن نلمنا 7-8 ميداليات والله. السلاح ازاي ينسى كده، الخماسي ازاي ينسى، لو نجحنا في الاتحادات دي اللي شغاله بشغل جيد، وليه لا كره اليد، ما نحلم كره اليد تجيب لنا ميداليه اولمبيه، ايه المشكله؟ يعني قصدي اقول لكم ان انت دلوقتي عندك قاعده ممكن تبني عليها، تبني عليها، عندك اتحادات ناجحه جدا، عندك اتحادات ورؤساء اتحادات حدوته، عندك السلاح حدث ولا حرج، عندك الخماسي نجاح مبهر، نجاح منقطع النظير على انا ما بتكلمش على المستوى المحلي، انا بتكلم على المستوى العالمي. النهارده الناس دي بتجربتها لازم تتعمم على كل، لازم ندرس الاتحادات دي عملت ايه، يد، سلاح، تايكوندو، مصارعه، جودو، لازم نشوف، تعالوا يا جماعه انتوا عملتوا كده ازاي، ونعمم الكلام ده. بتحتاجكم ازود احتكاككم، اخلي الاتحادات الثانيه فين خطتك، لازم يكون في حاجه. والحقيقه انا عايز اطلع بره الخبر ده شويه، انه كنا قرينا، معلش ده بره الكلام بس انا افتكرته وعايز اقوله، كان امبارح قرينا انه المحكمه الدستوريه حكمت بعدم دستوريه بعض المواد اللي تخص قانون اللي هو مركز تسويه التحكيم الرياضي. النهارده محتاجين نقعد ونشوف، النهارده في قوانين او بنود غير دستوريه، لسه طبعا الناس منتظره الحكم او المهتمين منتظرين منطوق الحكم وحيثياته عشان يعرفوا، لان هنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي، مركز تسويه التحكيم الرياضي لائحته ابطلت، ما بقاش في عندك محكمه رياضيه كده، ولازم نشوف تماشيها مع القانون المصري، موضوع كبير ومحتاج وشوش جديده تدرس الكلام ده، لازم يكون في يعني ناس ليها فكر، لان قانون الرياضه بنبني عليه بعد كده. فالحاجه الخبر ده لما يبتدي يتضح والحكم يطلع هنجيبه ونناقشه مع حضراتكم ونقول لكم ايه اللي حصل وده انعكاسه ايه على مركز تسويه والوضع ايه، ولكن حتى الان لما الحكم يطلع ويبتدي طبعا خبراء يفسروه هنقول لحضراتكم، بس فرصه ان احنا ندرس الموضوع ده ونبتدي نشوف ايه اللي يفيد الرياضه وقانونها عشان نبني عليه لوائح الاتحادات وكل الكلام ده مهم جدا، لان هي ده الاساس اللي بتبني عليه بقى الاربع خمس سنين جايين. هنروح للخبر الاخير معانا في المحلي، الاتحاد الدولي يفتح باب التسجيل في كاس العالم للقوه البدنيه بالغردقه. الغردقه تستضيف كاس العالم للقوه البدنيه، اللعبه دي على فكره يا جماعه لعبه ليها شعبيه كبيره جدا، القوه البدنيه في على مستوى العالم، وكون مصر تستضيف كاس العالم في الغردقه هي دي طبعا اللقطات عشان الناس تفتكر تبقى عارفه اللعبه دي. الاتحاد الدولي للقوه البدنيه اعلن استضافه مصر بطوله كاس العالم واللي المفروض هتتلعب في شهر 3 اللي جاي في مدينه الغردقه. طبعا ده اللوجو بتاع البطوله، يعني حاجه جميله جدا، واحنا الحمد لله من اوائل البرامج اللي اشار بنشير لهذا الحدث الكبير. وقال مسؤول الاتحاد المصري للعبه برئاسه اللواء محمود بركات ان ميعاد التسجيل في البطوله هيفضل مفتوح لحد نص شهر فبراير اللي جاي على مستوى العالم، اي لعيب عايز يجي هيجي.
واكد اللواء محمود بركات ان مصر وقع عليها اختيار الاتحاد الدولي بعد ما تقدمت بملف لاستضافه البطوله، وده بفضل قدرات مصر التنظيميه والسياحيه الكبيره. بطولات كاس العالم اللي فاتت للقوى البدنيه كانت اتلعبت كلها في روسيا، لان اللعبه دي منشاها روسيا قبل ما تتوقف طبعا بسبب الاحداث اللي هناك والحرب الروسيه الاوكرانيه، وبعدها تنجح مصر في الحصول على شرف تنظيم هذه البطوله، ومن المتوقع مشاركه حوالي 50 دوله. انا عايز اقول لكم البطوله دي متابعه بشكل كبير جدا، انا عايز اقول لكم وانتم بتقلبوا حتى في السوشيال ميديا والفيديوهات هتلاقوا في فيديوهات بتطلع لكم من بطولات سابقه، لازم وتبقى محققه مشاهدات بالملايين، لان هي حقيقه لعبه مشيقه جدا، بتشيل اوزان، بتشيل كور تقيله جدا تحطها في اماكن، بتجر حاجات يعني بتجر اجسام كبيره لمسافات طويله، لعبه تخلي اللي قدامك فعلا بيبقوا فعلا اقوياء، اللعيبه بتبقى فعلا عندها قوه بدنيه مهوله، وبتخليك انت كمشاهد مشدود لها. فالنهارده لما يتقال ان بطوله العالم وتعرف لاول مره تتعمل في الغردقه في استضافه مصر بمشاركه 50 دوله، لا الحقيقه ده حدث كبير وحدث اكيد هيعمل رواج سياحي. هتلاقي مثلا في لعيبه كتير جدا من اللي جايين دول ما زاروش مصر قبل كده، ما راحوش الغردقه قبل كده. خلي بالكم مصر لو انت عملت بطوله في الغردقه يبقى ليها طعم، لو عملتها في القاهره ليها طعم تاني، لو عملتها في الاقصر واسوان طعم تالت، يعني كل اسكندريه قصه تانيه. يعني عندك تنوع في المدن السياحيه في مصر، عملتها في الجونه حاجه تانيه وتالته ورابعه وخمسه، عملتها في مرسى مطروح الدنيا هناك او اي مدينه عندنا ليها شكل، وليه عملتها في الاسماعيليه، عملتها في السويس، كل المدن دي اي بطوله بتتعمل فيها بيبقى ليها مذاق تاني. فالنهارده ممكن تلاقي لعيبه كتير من دول ما جوش زاروا مصر، فهتلاقيهم على صفحاتهم بيصور نفسه في البحر، بيصور نفسه وهو بيسخن، والمدينه في الغردقه في الغردقه. انت بتكسب دعايه لهذه المدينه بالملايين من غير ما تبذل اي مجهود، بس باستضافتك ليها وتنظيمك الجيد ليها انت بتاخد اكيد جين كبير جدا. كده نكون خلصنا اخبارنا اعزائي المشاهدين، هنطلع بعد الفاصل عشان نستقبل مستقبل الاسكواش في النادي الاهلي ومصر، وهقول لحضراتكم تاني مين ضيوفنا ومين اللي هيكونوا معانا، وهم كلهم اعمارهم صغيره 15 ل 16 سنه. معانا سيف الدين الرفاعي ده تاني بطوله انجلترا 17 سنه، ومعانا مروان عسل اول بطوله انجلترا 15 سنه، ويوسف هشام ذهب او اول انجلترا تحت 17 سنه، وهيكون معانا فاروق احمد فاروق اول امريكا المفتوحه تحت 15 سنه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم مستقبل سكواش في النادي الاهلي وفي مصر هيكونوا معانا. برحب بالبدايه بيوسف هشام لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر وبطل انجلترا المفتوحه تحت 17 سنه الذهب، وبطل امريكا المفتوحه ايضا ذهب تحت 17 سنه. اهلا بك يا يوسف. اهلا مبارك. مبروك. ايه علي صوتك كده؟ ايوه كده مبروك. نروح طبعا لنجمنا الصغير بقى، طبعا اخو النجم الكبير مروان عسل صاحب ذهبيه انجلترا تحت 15 سنه. اهلا بيك يا مروان. ازي حضرتك؟ انا مصطفى قاعد قدامي بس على صغير. ازيك يا مروان؟ اخبارك؟ الحمد لله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. تهالي ده كان يعني انت كنت وانت معانا من حوالي سنه كده قلت لي ان انا ان شاء الله عايز العب، وعايز العب مع منتخب مصر، وعايز العب بطوله انجلترا واكسب فيها وحصل. الحمد لله. فرحان؟ طبعا. طب قول لي الاستعداد جه ازاي يا مروان؟ يعني انت بدات ازاي؟ عرفت ازاي هتروح؟ يعني كلمني في الاول، عرفت ازاي الاول انت رايح بطوله انجلترا؟ احنا في الاول السيزون بنلعب خمس بطولات يعني عشان نشوفوا مين اللي هيروح، يعني مين اللي هيروح البريتش اوبن. اللي هيبقى تصنيفه احسن. عشان من اول خمسه بس. طيب هم مين بقى الخمس بطولات اللي انت لعبتهم؟ بطولة منطقة اسكندرية. تمام، ادي أول واحدة. عملت فيها إيه؟ أخدت فيها مركز أول. ما شاء الله. تمام. بطولة بلاك بول أخدت فيها مركز أول. ما شاء الله. وبطولة أول بطولة كانت بطولة منطقة الجيزة أخدت فيها مركز ثاني، وبطولة طنطا أخدت برضه فيها مركز ثاني، وبطولة النادي الأهلي أخدت فيها مركز أول. أول يعني ما شاء الله لعبت خمس بطولات، ثلاثة أول واثنين ثاني. الحمد لله. ده حطك في التصنيف إيه بقى؟ ده حطيني في تصنيف اول. اول ممتاز جدا. ده كده انت تروح انجلترا اوتوماتيك. وتروح على نفقه الاتحاد. ايوه. صح كده؟ تمام. وعندنا احنا خمس لاعبين راحوا، اثنين على نفقه الاتحاد وثلاثه على نفقتهم. انت كنت من اللعيبه اللي رايحين على نفقه الاتحاد. طيب خلاص اتعرفت تصنيف انت اول رايح انجلترا، اتمرنت مع مين بقى في البدايه مع المنتخب؟ يعني مع اللاعبين يعني ولا لا؟ انا بتكلم على المدربين، مين اللي كان مسؤول عنك مدرب في المنتخب؟ كابتن اندرو وجيه. كابتن اندرو هو اللي كان ماسك سنك. طب انت كان معاك لعيبه مين رايحين في نفس سنك؟ سيف رفاعي. سيف رفاعي معانا النادي الاهلي. معانا في الفقره الثانيه. مين تاني؟ وادم حول
مين؟ ادم حول. ادم بيلعب في انهي نادي؟ دجله. دجله حلو. وحسن منشاو. حسن؟ حسن حسن. انتوا لعبتوا هناك منتخبات ولا لعبتوا بس فردي؟ يعني لعبتوا كمنتخب ولا لا كمنتخب؟ منتخب. طب لما لعبتوا جماعي كمنتخب عملتوا ايه؟ فردي بس مش فردي. فردي ما فيش جماعه. ايوه ما ده اللي قصدي عليه ان هو ما فيش يعني ما لعبتوش باسم منتخب مصر، ما لعبتوش ثلاث مثلا ماتشات باسم فريق منتخب مصر. تمام فردي. بتلعبوا فردي بس باسم مصر. طيب خلينا نروح على النقطه اللي بعد كده. سافرت امتى قبل البطوله بقد ايه؟ بيومين. بيومين. سافرت مع بابا. صح كده؟ صح. بابا انت بص انتوا بصوا بابا يعني اتروق معاكم مع مصطفى. الراجل بصراحه اعصابه خلاص ما بقاش فيه اعصاب. باظت. يعني انا كنت بحضر معاه ماتشات مصطفى، الراجل يعني يعني بص تعب جدا كده. طب خلينا نروح ليوسف بقى. اجي لك يا يوسف. انت بتلعب في النادي الاهلي من فتره، من 2018 صح؟ طيب انت بقى انت ليك تجربه الاول شويه. هو ما راحش انجلترا عشان امريكا عشان التاشيره ما طلعتش. انت رحت. نرجع بقى بالتاريخ شويه كده. انجلترا عرفت هتروحها ازاي الاول؟ سوري امريكا هتروحها ازاي الاول؟ امريكا عادي، لا انت تطلع على حسابك، اي حد ممكن يطلعها. بس ليه لازم يبقى له رانك؟ اللي اعرفه ان امريكا اللي في الجينيورز بقى دلوقتي لازم يبقى له رانك مش دلوقتي. اي حد. بس فانا رقم واحد خلاص. انت بالنسبه لك تسجل تروح. انما اول 8 هم بس اللي يقدروا يسجلوا ويروح. بيجيب ورقه من الاتحاد بالرانك بتاعه. صح. طيب ايه اللي خلاها تيجي في دماغك ان انت تسافر؟ عشان هي بطوله جامده برضو زي بطوله انجلترا، يعني هي تقريبا تاني اجمد بطوله بعدها على طول. فان انا اكسبها دي حاجه كويسه. رحتها في تحت 15؟ لا تحت 17. رحتها زمان تحت 13. تحت 13 سنه كام تفتكر؟ 2016 اخر 2019. 2019 رحت عملت فيها ايه؟ كسبتها برضه الحمد لله ما شاء الله. يعني انت رحتها تحت 13 وكسبتها. ورحت انجلترا 15 ماتش عشان كورونا. كانت اتلغت بقى السنتين دول. ورحت برضه انجلترا 2020 كسبتها برضه الحمد لله ما شاء الله. 13. دي كانت في قلب كورونا بقى. بس كنا عاملين هنا هي البطوله اتلعبت وبعد كده الدنيا قفلت خالص ما شاء الله. رحت انت جبت الدنيا وانت جاي راجع من انجلترا رحت قافل البلاد. طب سلام عليكم يا جماعه، انا كده تمام، انا كسبت خدت الدهب وماشي. طيب انت رحت امريكا. خلينا نتكلم امريكا. انت سجلت عملت ريجستريشن، دفعت الفيس بتاعت البطوله، حجزت. كان بتعمل في انهي ولايه؟ في فيلادلفيا. فيلادلفيا ده بعده شويه. كان الاول بيعملوا في نيويورك. كان في بوسطن قبل كده. كان بوسطن وبعد كده كان في كانكتك قبل كده في في قريبه من كندا. وبعد كده دلوقتي رحتوا فيلادلفيا. عاملين ياخدوك واحده واحده جوه. طيب البطوله هناك كان في مصريين معاك في امريكا؟ كان في مصريين. مين؟ كان في مش من الاول خمسه، كان في واحد اسمه علي الطيب. وكان في واحد اسمه محمود. مفيش حد منهم من الاهلي يعني. كان مش مشكله، مصريين عامه موجودين. من انديه اخرى. يعني كان في 3-4 معاك. طب ليه مفيش عدد كبير راح امريكا؟ كان زمان بتلاقي مصريين الطياره كلها رايحه مصريين. ليه بقى عدد قل؟ عشان موضوع الرانكينج ده قل ولا ممكن عشان الرانك والفيزا؟ عشان الفيزا. الفيزا في ناس كثيره فعلا قلت لها ما هو مروان ما راحش عشان الفيزا. بس انت معاك الفيزا من زمان عشان كده سجلت ورحت. رحت لوحدك ولا رحت مع مين يا يوسف؟ لا رحت مع مامتي وبابايا. مامتك وباباك ما سابكش؟ هم كانوا بيلعبوا سكواش الاول؟ لا لا ما كانوش بيلعبوا سكواش. طب ليه اختاروا لك سكواش ولا انت اللي اخترتها؟ لا هل ليك اخ اكبر منك؟ ما انا بسال. زي ما هو مروان طلع بالديفولت زي مصطفى، خد لفه الاول كوره وبعد كده راح رايح سكواش فخد لفه وبعد كده حط مروان على الطريق. خلاص هو لعب سكواش فمروان طلع ورا اخوه. انت مالكش اخ اكبر منك؟ لا عندي اخويا لعبوا سكواش؟ لعبوا زمان. بقى خلاص يبقى ده الاصل بقى. ايوه يبقى هم الاصل بقى اللي قالوا بابا ماما سكواش وبتاع وبعد كده انت دخلت. طيب رحنا امريكا وكسبنا ذهب رجعنا. لعبت كام بطوله زي هم خمسه كده؟ زي ما هم خمسه برضه هم نفس الخمسه؟ لا بس انا لعبت اربعه ويعني هم اول خمسه بس اللي بيحددوا يعني مين اللي طالعين. تمام. انا لعبت اربعه بس عشان يعني في بطوله المناطق النقط بتاعتها تبقى عاليه. ايوه وانا كسبت اثنين منهم فما كنتش محتاج العب اخر واحده. انت عملت ايه طب في الاربع بطولات؟ انا لعبت اول بطوله كانت في طنطا. خدت فيها مركز رابع. تمام. وبعد كده منطقه الجيزه خدت اول. عشان اللي دي بقى دي اللي عملت معاك. طيب. وبعد كده منطقه اسكندريه. منطقه اسكندريه خدت فيها اول برضه. بس خلاص هم دول يسفروك مريح. هم دول بقى. انت لو لعبت على منطقتين اسكندريه خلاص. لا بالظبط صح. طب والرابعه بقى؟ الرابعه كانت في طنطا برضه كانت منطقه الدلتا. عملت ايه؟ خدت فيها ثالث. بس حلو انت واخد هم دول اللي خلوك. انت تصنيفك على مصر كام دلوقتي؟ واحد. واحد. طيب ما شاء الله. يعني انت رايح كنت الاهلي برضه وكسبتها. كسبتها. بس الاهلي سمعت معاك برضه ما جمعتك شويه نقط. طب انت رحت بطوله انجلترا عرفت ان انت مسافر وخدت تاشيرتك والدنيا تمام. سافرت مع مين؟
مامتي وبابايا برضو ده ما شاء الله. انت بص باباك هو بقى واخد بابا ومامته بقى معاك، فطبعا يعني الموضوع لا طبعا ربنا يخليهم ليك واكيد هم اكبر داعم ليك. طيب رحت قبل البطوله بقد ايه؟ زي نفس طياره مروان؟ كلنا كنت نفس الطياره؟ لا بس كان في طياره الصبح وطياره بالليل. بس في نفس اليوم؟ سافرنا يوم 1/1 على نفس الطياره. رحت اتمرنت هناك كام تمرينه بقى والاجواء كانت ايه؟ احنا اتمرنا يومين او ثلاثه تقريبا قبل البطوله، وبعد كده البطوله بدات بقى. طيب ويعني كلمني بقى عن بطوله انجلترا، كانت اقوى من امريكا؟ كان ليه بقى؟ لعبت مين؟ هو فاينل امريكا كان صعب قوي، الولاد كان كويس جدا بس انا لعبته في امريكا المفتوحه. انا ما لعبتوش يعني، انت ما هو نفس سنك اكيد شفته في امريكا. في انجلترا بقى انا لعبت، ما انت لعبت في انجلترا. لعبت امريكا في انجلترا صح؟ لعبت امريكا وكان انجلترا. طب الامريكان اللي شفتهم في انجلترا كانوا معاك في بطوله امريكا هناك؟ ولعبت قصادهم؟ لا ما لعبتش ولا واحد، لعبته في امريكا وانجلترا يعني. طيب كان مختلف. طيب عملت ايه ماتش امريكا اللي كان في الفاينل؟ كان صعب الصراحه، الولد كان كويس قوي بس هو ما راحش انجلترا. ما راحش انجلترا الفاينل بتاع امريكا؟ ما راحش انجلترا. ليه؟ انجلترا كان شال اسم البطوله كان. طب ما تعرفش اتصاب ولا ايه؟ مش تتابع يا ابني. مش تتابع يا ابني مستقبلك يا بابا وذاكر كويس، مش تشوف المنافس بتاعك ما راحش ليه؟ فيعني انت خلاص هو ما راحش. الفاينل في امريكا كان جامد، الفاينل في انجلترا اكيد ما كانش بنفس القوه. كان جامد. لا برضو كان جامد بس انا بالنسبه لي الماتش كان صعب قوي. كان السيمي فاينل كان واحد كوري. لا دي جديده. هي جديده كان في واحد امريكي اصلا كسب 2 مصريين. ايه ده؟ ده امريكي. طب امريكي ده من اصل مصري ولا امريكي امريكي يا مروان؟ لا امريكي امريكي. طب مين اللي هو كسب رشدي و لا امريكي 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 امريكا دلوقتي بتكسب المصريين عادي؟ اتحسنوا بره، اتحسنوا عامة. طب انت ليه بتقول قبل النهائي كان جامد عشان الكوري ده؟ الكوري ده كان ماتش رخم يعني. خلص كام؟ 3-2. اوبا. وكسب برضه واحد مصري قبليه. وكسب واحد مصري. اوبا. 3-2 دي 3-2. وكان وكله ماشي بقى 11-9 الماتشات كده ولا الجيمات كده ولا ايه؟ هو لما كان بيكسب يعني الجيمين اللي كسبهم كانوا 11-9 و13. انت بتكسب 11-5 11-6. شفت؟ ما هو بتبقى كده بقى. بص هي بتبقى اعصاب يا باشا، انت اعصابك فكت شويه فهو جابك مش هو اللي جامد. دخلت على يعني هو كان نهائي مبكر بالنسبه لك؟ ده كان بالنسبه لي كان اصعب ماتش، هو الماتش الوحيد 3-2 في البطوله يعني. طيب خلينا بقى نتكلم، هروح هاجي لك بس اروح لمروان. مروان مدربك مين؟ مدربك في النادي الاهلي؟ كابتن محمد عبد القادر. هو برضه واخد، انتوا واخدين خط. هو خط هو بس خلاص الراجل ده يا عيني برضه يعني. كابتن محمود سواء مع مصطفى او معاك ماشي. طيب قول لي بقى، انا عايز اتكلم عن دور كابتن احمد حسني بامانه. الراجل ده يعني انا بحبه جدا جدا طبعا، المدرب العام لفريق الرجال او المسؤول. سافر معانا على فكره. بس وهو كان معاك على الطياره؟ كان هو وكان في عضو مجلس اداره في الاتحاد. احنا ما كناش هنسافر اصلا، انا ما كنتش هسافر. لا انت ولا باباك استاذ محمود. هم اللي سابوا التذاكر وجم على. هم سافروا التذاكر. استاذ عمر المرشدي برضو. ايوه استاذ عمر المرشدي. ايوه مجلس الاداره صح. ما يعني قال لي خد انت التيكتس عشان انت لازم تروح الاول عشان. وكابتن احمد حسني مدربك في الاهلي هو اللي ساب التذكره لبابايا عشان يسافر عشان. طب اقول لك على حاجه على كابتن احمد حسني. كابتن احمد حسني انا كنت معاه في امريكا 2014 2015 وكانت بنتي بتلعب البطوله دي هناك، وراح علينا نسيت الدرو بتاعها. انا بقول لك قصه حقيقيه. انا دخلت على اللابتوب اشوف الدرو فافتكرته بكره. ما راحتش كابتن والله العظيم. كنا بنلعب فين؟ في نيويورك في نيو هيفن. وجي كابتن احمد حسني كان معايا في الاوتيل، كان ساعتها مدرب ما كانش لعيب. جري معايا والله العظيم زي ما بقول لك كده، جري معايا من الاوتيل، كان الاوتيل على بعد ربع ساعه، جري معايا في شوارع نيو هيفن لغايه ما وصلنا للملعب، وفضل معايا لغايه ما وافقوا لانه كان حاسبوها انسحاب. وافقوا ان بنتي تلعب بالدور الثاني بقى اللي هو بيبقى. كابتن احمد حسني الصراحه رجوله 100. طب قول لي يعني ايه نصايحه ليك هناك؟ كان بيقول لك ايه؟ لا هو كان معايا يعني كل ماتش بيبقى معايا، والكابتن اندرو جي برده بيبقى معايا، ومدير استاذ امن الطرابلسي برده بتبقى معايا. كل يعني كله بيبقى كله كان الجروب بتاع السفريه كانوا معايا. طبعا. طب حد كان بيديك نصايح ولا كانوا بيتفرجوا عليك بس؟ لا كلهم كانوا بيديك نصايح. ايه بقى ايه بس ابرز الحاجات؟ اهدى ما تخافش كانوا بيقولوا لك. ما تمرقعش. بيقول لك بس انت على فكره انت ما بتخافش على فكره. لا ما بخافش. انت ما بتخافش بصراحه ما شاء الله. يعني باباك قال لي انت ما شاء الله ما بتخافش بصراحه. بس ممكن تكون بتدلع شويه. قول الحقيقه. ساعات تحس ان الدنيا ماشيه فتلاقي نفسك كسلت. ايوه. غير مصطفى خالص. لا مصطفى حاجه ثانيه. انت مصطفى عنده شويه يعني الفولت عالي.
جاهز. لا لا هو لعب معايا بس البطوله عشان كده راح. يا جامد ماشي يا سيدي. طب بتتمرن مع مصطفى؟ بتتمرن معاه الشهر اللي فات، لعبت معاه كله. بيكسبك ولا انت بتكسبه؟ لا بقى عليك بقى. طب اساله سؤال وانت موجود يا يوسف، لو ان شاء الله ربنا يكرمك وتلعب بي اس ايه مين هيكسب فيه؟ شفت عليك ولد تعجبني. طب السؤال اهو، تعمل ايه لو انتوا الاثنين هتلعبوا؟ هتقطعوا بعض ولا ايه بقى؟ ولا مروان كده؟ لا هنظبطها هنظبط. بص اللي بس في الاخر تبقى ليه؟ هينزلوا بص ياكلوا بعض، كل واحد عايز يكسب. لا هتبقى حاجه حلوه ان انتوا الاثنين تلعبوا بي اس ايه، بس اول وثاني. تقول له انت سيبها لي الشهر ده وهو يسيبها لك الشهر الجاي، وتقعدوا بقى ايه ماشيين كده. الله ينور عليك. قول لي يا يوسف، مين ملاسك الاعلى؟ مين في الاسكواش بتحب تتفرج عليه؟ بحب اتفرج، انا بحب عمرو شبانه قوي. شبانه بحبه. حضرته يعني وهو بيلعب اتفرجت عليه. بتشوف ماتشاته القديمه وكل حاجه. طب مين كان غير شبانه؟ غيره؟ طب تعرف لقب شبانه ايه؟ رقمه؟ لقبه؟ في لقب بيتقال عليه كده، المايسترو. ده كان كانه بيعزف بالكمانجا جوه الملعب. والله شوف، بص والله العظيم يعني كان بيقعد كانه عازف في الملعب. حريف قوي الصراحه. وكان هو اشول. انت اشول؟ لا انا ايمن. طب ازاي تاخد مثل اعلى وانت ايمن هو اشول؟ بس لا بهزر عادي، بهزر يعني. بس انت طب مين تاني غير اللي انا بهزر؟ بحب رامي عاشور قوي برضه. مين؟ رامي عاشور؟ طبعا. مفيش مصطفى عسل؟ عشان اخوه. طب قاعد طيب؟ طب عشان اخوه قاعد طيب؟ لا بهزر بهزر. لا لا بحبه برضه. لا طبعا لا رامي عاشور. لا احنا بنهزر يعني طبعا اكيد. انا بتكلم بس رامي عاشور قعد فتره انا فاكر 64 ماتش ورا بعض ما يخسرش حاجه زي كده. فاكر دي؟ رامي عاشور. لا انا بحب اتفرج على ماتشات الصراحه. لا رامي كانت تحس ان هو اولا خليفه عمرو شبانه، ثانيا كان المضرب تحس انه حته من ايده. صح؟ طب فاكر له ماتشات؟ فاكر لشبانه ماتشات عجباك قوي معلمه في دماغك ولا كلها؟ كان في ماتش كده في دبي مره كان بيلعب مع جولتي، بحب الماتش ده قوي صراحه. طب ايه اللي عجبك في الماتش؟ خلي بالك عشان انا بحب الاسكواش. بص انا هتلاقيني فاهم وعارف. طب ايه ما يعني انا بقول لك الاسكواش انا بحبها. انت ايه اللي عجبك في الماتش؟ الاثنين كانوا بيلعبوا حلو قوي قوي يعني. الرالي مثلا كان طويل وسريع. لا الماتش كان حلو جدا الصراحه. طب يوسف انت شايف قوتك فين في الملعب؟ كل واحد ليه قوه وضعف. هل انت قوتك الفيزيكال عالي؟ هل انت قوتك تلعب من ورا؟ هل قوتك الدروبات؟ ايه تحس ان هي لعبتك السايد وول مثلا؟ ايه اللي عندك تحس ان هو انت بتتميز فيه ولما بتيجي لك الكره في الحته دي بتخلص؟ اكتر لعبه تحب تلعبها ايه؟ مهم في سايد وول. سيرفاتك. احنا بنلعب نكات وكده والحاجات دي. نكات يعني. وانت برضو نفس الكلام. تخلص الكره تروح ميته وخلاص. تخلص الحاجات دي. بس يعني اكتر حاجه بتحبها او بتستمتع بان انت تحطها؟ دروب قدام. دروب ده قاسي. طيب خلينا نتكلم عن مدربك في الفيزيكال. مين مدربك فيتنس؟ كابتن محمد عبد اللطيف. وانت؟ كابتن محمد عبد الغني. كابتن محمد عبد الغني برضه. محمود. محمود عبد الغني. طيب كابتن محمود. وهو نفس مدربك مع، مش هو مدرب مصطفى برضه ولا غلطان ولا لا؟ لا هو كان بيدربه في فتره برضه، بس مصطفى فتره في سنك دي كان كابتن محمود عبد الغني بيمرنه. بتتمرن معاه؟ بتروح له اماكنه وكده ولا بتتمرن في النادي الاهلي؟ بيجي لك في النادي. هتمرنوا مع بعض في النادي. ما هو شغال. طيب ماشي. ما انا عايز اعرف بقى انت بتتمرن قد ايه؟ يعني قد ايه فتره؟ يعني مثلا انت عندك تمرين النهارده. بتروح قد ايه تتمرن قبل الفتنس، قبل التمرين الاسكواش، ولا بتيجي لهم الصبح مخصوص وترجع تاني؟ لا يعني بتمرن مثلا مع كابتن محمود وبعد كده يعني اخلص اريح شويه وبعد كده يعني اخش على الفتنس في نفس الوقت. يعني في نفس المرحله اخد لك ساعه فتنس تريح لك مثلا ساعه وتخش على الاسكواش. طب الاسكواش بتقعد تتمرن قد ايه؟ يعني تمرينه وجيمات. نقول التمرينه. التمرينه بتبقى ساعه مع كابتن محمود. ساعه بتخش بعديها جيمات ولا ساعه وتروح؟ لا يعني بقعد شويه مثلا ساعتين وبعد كده اخش على الجيمات التيم تريننج برضه في النادي. يعني انت في تمرين التظبيط بتاعك ساعه. تريح لك ساعه او ساعتين برضه. كابتن امير وجيه نفس الكلام بس انت كده تلاقيك بتقعد في النادي بال 8 و 9 ساعات. صح؟ يعني بتقعد فترة فتنس وتريح وبعد كده تمرين عادي وتريح وبعد كده جماعي. صح؟ لا ده انت مقيم بقى. انت مقيم في البيت. بس خلي بالك هو ده الاسكواش. عايز تبقى لعيب اسكواش هو ده. انت قاعد في الملعب. مصطفى ما شاء الله برضه نفس الكلام. نفس الكلام. طب يوسف انت مدرب الفتنس نفس الكلام بتتمرن تمرينه احكي لي كده. بس انا بروح مدرسة الصبح صراحة، بروح كل يوم
وبرجع بنام شويه كده. اه ما لازم بنزل بالليل بقى. لا بس انت باين عليك دماغ جامده جدا والله. لا بص انا قاعد معايا اثنين في الاستوديو، انا اول مره انا بشوفكم بتتمرنوا وانتوا زي اولادي، بروح سكواش كتير. بس انتوا دماغكم يعني ما شاء الله. احب انا اللعيب والله بجد، احب اللعيب اللي بيضحك والراسي كده. طيب بتروح انت مدرستك فين؟ ما تقوليش اسامي، قول لي مناطق. في الخمايل. طب حلو. ساكن فين؟ في الشيخ زايد. طب حلو، يعني الدنيا قريبه. برضه ماشي. وبعد كده بتروح تتمرن، ترجع تنام شويه وتروح النادي. انا بروح المدرسه وبعد كده برجع انام شويه، وبالليل بقى بنزل فتنس وسكواش مع بعض. وبنفس الكلام زي مروان كده، بتاخد لك مثلا ساعه فتنس. ساعه فتنس وبعد كده الفتنس جيم ولا فوت ورك في الملعب؟ كله يعني على حسب الاسبوع بيبقى فيه كل حاجه يعني. طب كم تمرينه فتنس وكم تمرينه فوت ورك افتكر؟ يعني فتنس اربعه مثلا. طب الفتنس الاربعه بيبقى في منهم فوت ورك وفي منهم تراك وفي منهم جيم. هي بتبقى كله يعني سايكل كده على حسب بقى الكابتن شايف ايه يعني. وبتريح بعد الفتنس بشويه؟ بريح مثلا بريح شويه نص ساعه ساعه مثلا كده بقى. تخش تمرين عاديه. طب خلصت التمرين في تلات اربع ساعه في ساعه. وفي جماعه بتقعد له؟ بلعب. بتروح مقتول. بروح انام بقى عشان اصحى المدرسه. تعمل السايكل دي تاني. سعيد بحياتك كده ولا عايز تخرج مع اصحابك بقى وعايز تروح؟ لا ما بخرج بقى مثلا الخميس بالليل مثلا او كده، عشان انا بريح الجمعه يعني كده رايح يوم مثلا. ف بخرج مثلا يوم الخميس بالليل شويه كده وبعد كده برجع تاني بقى الاسبوع كله سايكل تاني. طب هسالكم انتوا الاثنين سؤال. تمام. انت بالنسبه لك يا مروان عايز تاخد سكه ان انت او ما تخش على جامعه تروح جامعه في امريكا، ولا عايز وهناك بقى مصريين يعني لو قلت انا تروح هارفارد تروح ييل يونيفرستي تروح جامعات جامده جدا هناك، ولا عايز تقعد هنا عشان السكواش هنا يعني اقوى وان انت ممكن تبقى ليك في البي اس اي كلمه جامده، يعني عايز تاخد انهي طريق؟ والله لسه بفكر، بس طريقين حلوين الصراحه. طريقين حلوين يعني. انت مش مستبعد ده ومش مستبعد ده؟ لا طريقين 100 100. بس هو مصطفى كان مستبعد الاولاني خالص. مصطفى قال لك لا انا هقعد هنا مش هسافر. لا بس دلوقتي ابتدى. لا مش يدرس خلاص، اصل هو يعني لو كان هيدرس هو دلوقتي تانية جامعه مصطفى صح؟ تانية. فاضل له سنه. فاضل له سنه. طيب يعني خلاص يعني. ما بيخلص يعني. يعني هو لو فكر يروح يلعب بره هيبقى بيلعب وهو مخلص. انا قصدي اقول لا بدايه الجامعه اول ما تروح يعني خلصت ثانويه عامه او خلصت اي جي او خلصت وات ايفر امريكان بتروح على امريكا على طول. في لعيبه كتير عملوا كده. في علي فرجان. علي فرجان متخرج بتاعك منين؟ متخرج معاه شهاده والله العظيم. ايرو داينامكس من جامعه هارفارد. ايرو داينامكس دي اللي بيشتغلوا في الطيران والرياسه والحاجات دي. فهو معاه شهاده ورجع قال لك لا انا عايز. انت طب انت يوسف انهي سكه؟ انا لسه بابا عمر فرجوا علينا يعني. ما تقولش غير اللي انت اتفقت معاهم. قول بقى الحقيقه اتفضل. يعني هم مش ضاغطين عليا في حاجه يعني، بس انا لسه مش عارف مش مقرر يعني. انت رحت امريكا وشفت هناك الدنيا برضه حلوه. الدنيا حلوه. هناك والسكواش بيكبر. لا السكواش بره في نفس الوقت هنا كتير اتحسن كتير قوي. السكواش بره انت لسه ما قررتش، بس انت على الابواب خلاص. انت في سنه كام؟ ثانيه ثانوي؟ انا في اولى ثانوي. طب خلاص يعني الدنيا قربت. امريكان ولا اي جي؟ يعني انت السنه الجايه هي اي جي ثالث سنه بتبقى مواد بسيطه، انما ثاني سنه هي السنه دي هي اهم سنه. بالظبط. برافو عليك. السنه اللي بعديها بتبقى تكمله، السنه الثالثه بتبقى فور فان كده يعني بتخلص الحاجات اللي ناقصاك او حاجات الوزاره او كده. بالظبط. بس انت ما خدتش قرار لسه. لسه. بس لما اخلص السنه دي بقى ان شاء الله اشوف كده انا بعمل ايه. انت عارف ان لعيبه السكواش مطلوبين جدا في جامعه امريكا. طب وسمعت ان دلوقتي بقى في 30 جامعه تقريبا ليهم بروجرام سكواش، الكلام ده صح؟ انت شفت هناك اكيد ولا ما تعرفش عدد؟ مش عارف، بس انا ما كنتش بلعب في جامعه هناك. البطوله ما كنتش بتلعب في جامعه، كانت مجمع سكواش بس. مجمع؟ ما هو في مجمعات اتعملت، بس انا بتكلم على الجامعات. كانوا زمان 9 أو 10 جامعات هم اللي فيهم البروجرام بتاع السكواش. دلوقتي بقى كتير قوي. كتير بقى كتير جدا. 35 جامعه بقى كتير قوي السكواش. طيب خليني اقول بقى قبل ما افصل، احب كده ايه عشان احنا بنسجل وبعد حلقتين ثلاثه لما ان شاء الله تبقوا انتوا ابطال عالم وبتاع وتيجوا معايا تاني بنرجع ذكريات ونقول انت كنت معانا وكان نفسك كده. انت طموحاتك ايه يا يوسف؟ وعايز توصل لايه؟ طب ممكن هو جاوب الاول. ماشي فرصه تفكر. بص بكر بص قال لك ايه؟ قال لك طب خلي يا مروان. ماشي يا مروان هسيبك شويه افكر ارجع لك. قول يلا معاك يا مروان. ايه طموحاتك؟ يعني انا ابقى لاعب بي اس اي يعني وابقى محترف وكده يعني. ان شاء الله ممكن تخش البي اس اي وعندك 17 18 سنه ولازم تكون خلصت 16 تقريبا 16 كده او 15 حاجه كده يعني كمان سنه سنتين كده ان شاء الله. خلي بالك يا مصطفى. اهو ناويلك. طيب قبل ما افصل معاك ونخلص الحلقه الفقره دي يعني قول كلمه لباباك ومامتك.
هو اصلا ما تفاجئوش دلوقتي عشان في ماتش مصطفى. كلهم في ماتش مصطفى. كلهم لا هنسجلها ونبعتها لهم. قول لهم كلمه. طبعا احب اشكر باباي ومامتي طبعا يعني قاعده معايا على طول وبتدعي لي وكل حاجه يعني. احب اشكر بابايا طبعا ان هو بيسافر معايا كل السفريات وكل البطولات بيبقى معايا فاشكره طبعا. الشكر واجب ويوصل له. يوسف قول لي بقى طموحاتك وبعد كده قول بقى رساله لبابا. انا عايز اكسب بطوله، عايز احافظ على المستوى اللي انا فيه ده واكسب بطوله العالم الناشئين تحت 19. امتى بطوله العالم؟ هتتلعب شهر 9 تقريبا. لسه شويه. اكون مستواك كمان يتحسن اكتر من كده ان شاء الله. يعني نفسك بطوله العالم وده حقك. ونفسك ايه تاني؟ يعني ده اقرب حاجه تحافظ يعني على مستواك. تحافظ على مستواك. دي اقرب حاجه بعد كده لما ان شاء الله اكسب بطوله العالم نشوف بقى. وطيب ورساله باباك ومامتك؟ انا عايز اشكرهم طبعا مجهود يعني مامتي معايا طبعا نروح المعادي ونروح نروح حتت بعيده قوي يعني طبعا اكيد تعب ويسافروا معايا على طول كل حاجه طبعا اكيد انتم من غيرهم ولا حاجه. وانا بقى اتمنى لكم قبل ما افصل اتمنى لكم السلامه ربنا يحفظكم من الاصابات عشان تمشوا بالمعدل. عايز اشكر بس كابتن محمود عبد القادر على المجهود اللي هو عامله. وصيك وصيني. ده انا بشكره قبل منك لانه الحقيقه كابتن محمود من المدربين العظام. هو كان لاعب جامد جدا والنهارده بيخرج لنا لعيبه جامده جدا. ده انا بشكره معاك. وكابتن امير وجيه برده طبعا وكابتن منتخب كابتن اندرو وجيه. اندرو طبعا. اندرو ساعدنا كتير قوي احنا هناك. هو برضه يعني هو ماسك 15 و17 و19 ساعدنا اخذ 15 و17 والتوفيق يعني ليه. وانت مش عايز تشكر حد غير اللي شكرهم مروان؟ مدربينك في النادي الاهلي ومدربين هم انتوا كده خلاص في حد تاني؟ بس اتمنى لكم ان ربنا يحفظكم الاصابات يا يوسف. انا بشكرك يوسف هشام طبعا بطل امريكا وانجلترا بطوله امريكا وانجلترا مفتوحه للسكواش. بشكرك نورتنا وشرفتنا. لا شرف والله نورتنا يا حبيبي. مروان عسل طبعا اخو مصطفى عسل نورتني وشرفتني والف مليون مبروك على ذهب بطوله انجلترا. ربنا يخليك. شكرا اعزائي المشاهدين دي كانت الفقره الاولى لينا مع مستقبل سكواش. انتظرونا هيكون بعد الفاصل معانا فاروق احمد فاروق اول انجلترا تحت 15 وسيف الدين رفاعي الثاني انجلترا تحت 17 بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع بعض مستقبل السكواش في مصر في النادي الاهلي ومصر طبعا. وزي ما قلنا لحضراتكم ان اللعيبه من عندنا بتطلع بسم الله ما شاء الله بتبقى ليها يعني دور كبير مع منتخباتها. في البدايه برحب بفاروق احمد لاعب النادي الاهلي تحت 13 سنه واللي حصل على المركز الاول في بطوله امريكا لتحت 13 سنه وصاحب هذا الكاس. اهلا بيك يا فاروق. اهلا مبروك. اهلا فيك. يعني انجاز كبير واحنا فرحانين بيك قوي. شكرا. بنرحب بالنجم الثاني اللي معانا دلوقتي في الاستوديو سيف الدين رفاعي واللي طلع فاينل بطوله انجلترا تحت 15 سنه واللي حصل على المركز الثاني. وعلى فكره المركز الثاني والاول اللي بيوصل فاينل في البطولات دي بيبقى انجاز كبير. اهلا بيك يا سيف. اهلا بحضرتك. مبروك انجاز كبير. الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا فاروق يمكن خلينا في البدايه نتكلم ازاي رحت بطوله امريكا 13 يعني ابتديت ازاي؟ ايه اللي خلاك تروح وايه اللي خلى الفكره تيجي في دماغك؟ انا عامه اصلا لازم اروح امريكا من اول رانكين الاول والثاني. بس اللي بيروح امريكا لا هو ممكن اي يروح اي بس انا نفسي الرانك بتاعي لازم يكون اول والثاني. اول وثاني. انت رانكك قبل ما تسافر كان في مصر؟ كان اول. ما شاء الله. لعبت كام بطوله قبل ما تروح امريكا؟ 5. ايه بقى قولهم لي ثاني وترتيبك. كان منطقه الجيزه خدت فيها اول. تمام. منطقه دلتا خدت اول. ما شاء الله. وبلاك بول خدت اول ومنطقه اسكندريه خدت اول ونادي الاهلي خدت اول. بسم الله ما شاء الله. يعني يمكن اول لعيب منكم بامانه خد 5 من 5 اول. بس اقول لك على حاجه يا فاروق انا شفتك وانت داخل علي في الاستوديو ما شاء الله جسم لعيب سكواش ما شاء الله ربنا يحفظك. يعني تكوين جسمانك كتافك بايدك شكلك لعيب سكواش يعني ما شاء الله ده هيساعدك كتير. طيب انت ابن النادي الاهلي في السكواش يا فاروق. بدات سن قد ايه؟ انا عندي 6 سنين 7 سنين كده. كنت بتقدر تشيل مضرب لسه. فاكر مين اللي دربك في الاول؟ كان اول واحد كابتن اشرف السايح. كابتن اشرف حبيبي. وكابتن ياسر مبروك. يا خبر ابيض كده الحبايب كلهم. كابتن ياسر مبروك. ومين تاني؟ وكان كنت بتمرن في 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 في, في ملاعب النادي الاهلي الموجوده دلوقتي. يعني انت ما شفتش حاجه غيرها لان الاهلي كان قبل كده بيتمرن في المعادي. انت ما حضرتش المعادي؟ لا 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 بس. انت رحت على طول على المجمع ده. طيب ليه السكواش؟ ليك اخوات اكبر منك؟ انا كان ليا ابن عمتي كان بيتمرن سكواش وشفت كده. ابن عمتك؟ لا ابن خالتي. ابن خالتك. ده اللي خلاك تروح للسكواش؟ لقيته كده بيلعب سكواش كده واجرب. اكبر منك بقد ايه؟ 3 سنين مثلا. ولسه بيلعب؟ لا هو سبحان الله يمكن يعني انت خدت منه اللعبه وتفوقت فيها.
طيب ال 13 سنه فاروق بيبقى لسه جهازه العصبي ما اكتملش. انا يعني عارف سكواش وبتفرج عليه، في 13 سنه بيبقى الضغوط ما بيتحملهاش. انت بتقلق قبل الماتشات او ولا الموضوع بالنسبه لك عادي؟ هو عادي عادي لو قلقت قبل الماتشات، بس اهم حاجه القلق ده ما يخليش تلعب وحش في الماتشات. صح، برافو عليك. طب مين اللي قال لك، مين اللي قال لك كده، مين اللي قال لك ان انت ما انا بعض مع ناس منتال كتير ومدربين بيقولوا كده. تقعد مع مدربين منتال؟ وبرده بابايا ومامتي بيقولوا كده. ما تقلقش عادي، ما عادي ما عادي. ايه لا قبل الماتش كلنا بنقلق، انا كنت لعيبه بقى، بس المهم القلق ده ما انعكس عليك في الماتش. طيب اكتر لعيبه بتتفرج عليها وبتحبها ونفسك تبقى زيها مين؟ والله انا سبب زي مصطفى عسل. مصطفى عسل على فكره انت فيك شكل منه. والله فيك شكل منه ومن مروان، يعني ممكن تبقوا قرايب. بس طبعا ده مش حقيقي، ولكن انت بتحب مصطفى. ومين تاني؟ بحب علي فرج. علي فرج بحب لعبه. بتحب لعبه يعني بتشوف حركات وتتعلم منه. برافو عليك. بحب برضه رامي عاشور برضه كحرفنة. رامي عاشور استاذ، ده يعني رامي عاشور عمل مدرسه جديده في السكواش بصراحه. برافو عليك يا فاروق. اجي لك يا سيف، يمكن بطوله انجلترا مش سهله. مش سهله خالص، صعبه يعني بجد. الله يكون في عونكم. رحتها ازاي؟ كلمني على البطولات اللي قبل كده. هم نفس الخمس بطولات بتلعبهم في الاول. اول بطوله كانت بطوله طنطا، اخذت فيها اول الحمد لله. وبعد كده تاني بطوله كانت منطقه الجيزه، يمكن دي اللي خلتني اتاخر شويه، خرجت فيها من دور الثمانيه، دي اللي خلتني اتاخر شويه. وبعد كده جت البطوله الثالثه، كانت منطقه الدلتا اللي هي كانت في طنطا برضو، وخدت فيها اول برضو الحمد لله. وبعد كده كانت منطقه اسكندريه اخذت فيها ثالث، وبعد كده كانت هليوبلس اخذت فيها اول. ما شاء الله. طب لعبت بطوله الاهلي؟ ما بطوله الاهلي دي كانت متاخره، لعبتها. بس كانت بره. دي كانت بره الحسابات، ما حسبتش، انما دول اللي اتحسبت فيهم. ومع ذلك برغم ان انت لم توفق في بطوله طلعت من دور الثمانيه. كنت برضه في التوب 5 اللي هم بيسافروا بريتش اوبن، انا كنت رقم 3 لما طلعت من مصر. انا كنت رقم 3 يعني. حتى وانت بكل ده ما شاء الله، انت ال 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 التقل كله على المناطق. انا مشكلتي كانت دايما في المناطق، كان دايما المنطقتين هم اللي خرجت منهم بدري. واحده خرجت في دور الثمانيه والثانيه خدت فيها ثالث. طب ليه يا سيف؟ هل مثلا كان في توتر عشان انت عارف؟ هي بطوله المناطق خصوصا منطقه الجيزه تاني. واحده هي قبلها كان بطوله طنطا، كانت اول مره اخد اول في حياتي كلها. حياتك. من ساعه ما بدات سكواش كانت تقريبا اول مره اخد بطوله رسميه يعني. خلينا اللي متاخدها في منطقه، كانت يعني اول مره صعبة. بجد اخد اول في حياتي كلها. فبعديها بقى كان برده منطقه بنقط كتير. فكان في ضغط بقى، اللي انا مضغوط بقى، لا انا عايز اعمل حاجه كويسه، لا انا عايز انط. فالماتش بالذات بتاع دور الثمانيه، ماتش دور الثمانيه برده ما كانش سهل. فالماتش كان صعب برده بصراحه، خلص 3-2. فلا الماتش كان ضغط رهيب يعني. بس توتر قوي يعني، هو عدم توفيق. لا انت توصل 3-2 يبقى انت مش متوتر. عارف انت اقول لك توتر لو 3-0 يعني تبقى لعيب كبير. طب قول لي 13 عملت ايه؟ يعني انت برضو تحت 13؟ احنا تحت 13 كانت فتره كورونا وما تلعبش غير بطوله واحده اللي هي كانت بطوله الجمهوريه دي بس. يس. هو خدت فيها تاني الحمد لله برضو. اختبار جامد غير بطوله. لا هي بطوله الجمهوريه بس. كان تمرين بس. يعني كنا بنتمرن طول السنه بس. طب قول لي انت من ابن النادي. برضو. يعني من زمان قوي يعني. من زمان قوي. بدات نفس السؤال لفاروق، بدات سكواش ازاي؟ انا كان اخويا الكبير كان بيلعب سكواش. اخويا الكبير كان بيلعب سكواش، بس مش كان هو بدا متاخر يعني. هو كان بادئ، هو اللي كان بادئ كبير، هو اكبر مني تقريبا في سنتين. فهو تقريبا كان بدا وهو عنده 9 سنين، كان هو بدا كبير. فانا بقى بدات 7، كنت انا يعني اللي هو سن كويس. فانا لما بدات بقى، انا بدات في اللعبه شويه، بس هو كان كبير، فهو ساب اللعبه بدري 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 يعني، خرج بدري بدري. انا الحمد لله ربنا كرمني وكملت في اللعبه، وحسيت ان انا حابب اللعبه، وحاسس ان انا عايز العب. انا حاسس حتى بكلامك ما شاء الله انت حابب اللعبه. ايوه انا حاسس ان انا عايز العب سكواش. عايز تلعب سكواش وبتحب يعني. طب وانت رايح التمرين حاسس؟ ايوه. لا لا انا ببقى مبسوط وانا رايح اتمرن يعني. انا بالنسبه لي عندي استعداد ان انا ما اذاكرش بس اروح اتمرن عادي. انت عارف انت عندك ميزه يا سيف، مش عندك شغف. عارف يعني ايه شغف حبيبي؟ لا. يعني عندك هي كلمة صعبة شوية مش عارف اجيبها لك ازاي، بس عندك قبول، عايز تلعب. عندك مش جعان. ايوه جعان سكواش، حابب السكواش. طيب نتكلم عن انجلترا. سافرت ركبت الطيارة يا باشا. اول بطولة ليك بره مصر؟ لا، لعبت انجلترا وانا تحت 11. برافو عليك. سافرت وانا تحت 11 بس. كنت تحت 11؟ انا تحت 13. لا، في كان بيتعمل تحت 11 وانا كنت ساعتها مسافر رقم 5. طب عملت ايه؟ خرجت في دور الثمانيه وخدت، لعبت بليت وخدت خامس. دي كان بالنسبه لي ساعتها انجاز يعني. انجاز طبعا. فكنت اصل انا كنت ساعتها تحت 11 يعني، ما كنتش احسن حاجه برضه. دي كانت 2019 18 18 صح. طيب اول بطوله دي كانت انجلترا. طب لما تاني مره والحمد لله عملت الانجاز ده. ورايح بقى بطوله بريطانيا المفتوحه، ومن المره دي متاهل ثالث بقى مش خامس يعني. بتاعك زاد على جيلك بالظبط. وانت راكب الطياره قلت انا هجيب ميداليه ولا هعمل ايه؟ لا انا كنت حاطط، امل لنفسي ان انا ان شاء الله انا رايح اخد البطوله. برافو عليك. انا كنت رايح، انا حتى من قبلها انا كنت بتمرن وعامل حسابي ان انا ان شاء الله رايح اخد البطوله. هو ربنا ما وفقش وما كرمش لحد ان انا والحمد لله وصلت فاينل. بس الحمد لله، الحمد لله رضا من عند ربنا. رضا الحمد لله. الكلام لا ليه؟ انت عايز اقول لك كونك توصل فاينل
وكان الطرف الثاني معاك كان مروان. يعني انتوا الاثنين او مروان ما شاء الله برضه. يعني انتوا الاثنين خلص الماتش كام انت ومروان؟ هو مروان كان 3-0 يعني هو مروان كسب 3-0. طيب مشوارك وانت رايح للفاينل في توت انجلترا بقى يا ده كان مشوار مشوار ايه يعني يا باشا. انا اصلا رانكي على بطوله انجلترا كان من 9 ل 16 يعني كاني زي ما بلعب في مصر هنا مثلا رقم 13. الدرو بيبقى وحش. الدرو كان يعني حاجه مش احسن حاجه خالص يعني. فانا بدات العب ماتشات صعبه من بدري قوي يعني تقريبا من ال 32 انا كنت بلعب ماتشات شبه تقيله. طيب مروان كان ترتيبه على البطوله كام؟ رقم 2. فالدروب بتاعه كان اسهل كان منه. احسن شويه يعني بس كويس انتوا ما قابلتوش بعض. انا من اول دور الثمانيه لعبت اللي هو خد اول امريكا عندهم تحت 15 وطلعته؟ طلعته الحمد لله كسبت 3-0 بس هو بصراحه كنت طلعه ما وصل فاينل بس هو بصراحه 3-0 بس هو بصراحه كان كويس قوي. وجي بعديها بقى امريكاني؟ امريكاني. بعديها بقى كان اللي هو الماليزي ده بقى الماتش الشهير بقى اللي هو بتاع البطوله كلها بقى يا سيدي اللي هو كان رقم واحد بقى على البطوله. ده اللي هو كان قبل مروان في السيدين كمان ده يعتبر نهائي كمان. فده اللي الناس توقعوا له انه يبقى هو مروان ده بقى كان ماتش حاجه تقريبا 75 دقيقه 3-1 1917 و11-9 وكان ماتش يعني الدنيا كانت ماشيه بالحب يعني كده والله. لا حب ايه حب ايه اللي بتقلها ما شاء الله عليك. طب خليني اوريكم يا ساده المشاهدين يعني ال- 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 الكؤوس بتاعت الاسكواش حاجه شياكه وقلاجه كده حاجه. بصوا يا جماعه دي بطوله يو اس اي لا دي البريتش دي بتاعت سيف. فلو بصوا الشياكه على فكره دي بتاعت المركز الثاني. المركز الاول زيها بس اكبر سنه. بصوا الشياكه بصوا الجمال يعني حاجه مكتوب كده بريتش جونيور اوبن سكواش بريتش جونيور اوبن 2023 بويز اندر 15 رانر اب. حاجه شكلها شيك قوي والعلبه حاجه يعني تحس كده ان انت يعني راجع بحاجه يعني ما شاء الله. لا حلوه يعني تستاهل المجهود. وخلينا اوريكم الكاس برضو بتاعت بطوله امريكا بس خلينا بس ايه دي مش فقط السحر ولا حاجه لميداليه اليو اس اوبن. بصوا يا جماعه الشياكه حاجه يعني عامله زي بتاعت مستر اولمبيا بتاع بيج رامي تقيله مكتوب بويز اندر 13 13 تشامبيون ديسمبر 17 تو 2022 فيلادلفيا بي اتش بي اي. حاجه جامده جدا. وبصوا الكاس انا عايز اقول لكم ان الكاس تقيل ما شاء الله بتاع فاروق يعني الكاس وعليه هنا اللوجو بتاع انا عايز بس اظبطه اللوجو بتاع الاتحاد الامريكي لكره السكواش. والكاس نفسه مدي على انجليزي شويه كده تحس ان الكاس مدي على الكاس الانجليز مش يعني صح يعني انا ما اعرفش انتوا يعني انا لما شفته قلت ده بتاع انجلترا بس ما طلعش بتاع انجلترا بس فاروق بيقول لي في امريكا بيدوا كاسات حلوه. انا هروح وماليش دعوه انا عايز كاس زي ده فيعني كاسات نضيفه يعني حاجه يعني. بجد جميله جدا. طب فاروق اجيلك مين بيمرنك في النادي الاهلي؟ كابتن محمود عبد القادر ووائل عبد المجيد كابتن كريم طارق. ما شاء الله محمود عبد القادر ما شاء الله انت كمان كابتن محمود. بس كابتن محمود عبد مين بيمرنك؟ انا كله انا بتمرن مع كابتن محمد فريد كابتن محمد سمير كابتن وائل عبد المجيد وكابتن احمد عبد الفتاح. احلى 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 كلهم نجوم ما شاء الله. طيب مين بيمرنك فيتنس يا فاروق؟ كابتن فرج الله. فرج الله فرج الله. طيب يعني احكي لي عن تمرينك. انت بتقوم انت في مدرسه طبعا تصحى بترجع تعمل ايه يعني احكي لي يوم كده يوم في سكواش ما فيش بطوله ولا حاجه في سكواش سكواش تمرين يعني تمرين الصبح كده كده بصحى بفطر كده بروح مدرسه وبعد المدرسه من الساعه 3 لغايه الساعه 10 كده بخلص تمرين وارجع البيت. يعني من 3 ل 10 قاعد في الملاعب؟ من 3 ل 10 ما شاء الله عادي والله. طب انت مدرستك في انهي منطقه؟ المعادي. المعادي وبيتك؟ المعادي برضه. ومين اللي بيوديك من البيت للنادي؟ مامتي. مامتك بتيجي معاك؟ مامتي والله. تقعد معاك مامتك من 3 ل 10؟ خبر ابيض. طبعا حلو على قلبها يعني هي عايزاك بطل يعني هي مش زعلانه. لا طيب بتقعد 7 ساعات بسم الله ما شاء الله تتمرن فيتنس الاول؟ بتمرن فيتنس. تقعد لك ساعه كده تقريبا؟ ساعه. وبعد كده تاخد راحه ولا وتاكل اكل ولا حاجه ولا؟ لا يعني فيتنس العبال بقى الطريق بقى الفيتنس بتاعه حوالي نص ساعه فانا إيه بريح. بتمرن فيتنس بره النادي؟ بتمرن فين بقى؟ في المعادي برضه. في المعادي. يعني مامتك بتاخدك من بعد المدرسه توديك الفيتنس وتتمرن فيتنس ما شاء الله وهتطلع معاك كده على اهل الجزيره. صح. تقعد بقى 4-5 ساعات الى ما شاء الله لغايه ما يضلموا النور. طب يعني مش حابب بتضايقك ولا انت مبسوط بيها؟ لا انا مبسوط. ليه؟ انا يعني مثلا لو اخدت اجازه واحده بس يعني حاجه اجازه اسبوع من سكواش حتى انا بكتئب كده يعني حتى والله يعني بحب السكواش الدرجه. طب ليه بتحب السكواش؟ ليه؟ مش عارف انا بحب يعني بحب العب سكواش كده حاسس ان الموضوع وحشني كده والكوره وحشني والملعب وحشني كمان ما شاء الله.
وخلي بالك هو ده سر النجاح ان انت تحب اللعبه وتحب تلعبها. طيب خدت يوم راحه بتقعد تذاكر ولا بتعمل ايه؟ لا يعني بقعد بذاكر يعني، يعني لو انا فاضي كده بقعد اذاكر يعني، عشان برضو عندي امتحانات، برضو كان عندي امتحانات اصلا في وقت البطوله. عملت ايه؟ يعني ايه كان في بطوله صيد دي، كان اول بطوله تحت 15 لاي اصلا. انت لعبت انت 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 بتلعب 13 لعبت 15 كمان؟ اه لعبت بطوله 15. انا خلاص انا طلعت تحت 13. طلعت خلاص. انت مواليد شهر يناير؟ آه لا ديسمبر. ديسمبر بعد اليو اس على طول. بعد اليو اس لعبت 15. طب انت كنت قبليها لعبت حاجه 15 عشان يبقى لك رانك؟ اه لعبت. فانت داخل على 15 رانك كام؟ داخل 15 رانك 17. يعني ما شاء الله يعني لسه طالع ورانك 17. طب ده حلو جدا. اه يعني ماتشين ثلاثه بطولتين ثلاثه وتخش في احسن ثمانيه وانت لسه في السن الصغير. طيب خلصنا مثلا تمرين ورحنا البيت ذاكرنا عملنا، ما بتفكرش تخرج مع اصحابك بتشوف اصحابك بيخرجوا ما تبقاش زعلان يا فاروق؟ لا عادي انا اصلا بعد اي امتحان او اي بطوله بلاقي يوم واحد راحه باخد معايا اصحابي يعني عادي. بس ما تبقاش زعلان لو خروجه فاتتك. لا عادي عادي. وانت نفس الكلام يا سيف؟ ما انا ما بحبش الخروج اساسا. بتحب السكواش بس؟ اه انا ما بحبش اخرج، انا واحد من الناس ما بحبش اخرج يعني. انا بس يعني انا حتى خروجاتي بالنسبه لي النادي يعني، انا حتى لو متضايق بنزل النادي حتى لو مش هتمر، بس انا هنزل اقعد في النادي بس، دي متعه بالنسبه لي. مدرستك فين؟ في الزمالك جنب النادي. ومساكن فين؟ في شبرا جنب النادي برضه. ده انت كله قريب. اه مين اللي بيوديك بقى من البيت؟ لوحدي. تروح لوحدك؟ اه يا باشا. برافو عليك. اوبر بقى وبنقضي الدنيا على طول. برافو عليك. برافو كويس يعني. على فكره يعني والدته بتوصله ده كويس، انت بتتصرف وبتروح ده كويس. طيب مين ماسك الاعلى؟ هما اتنين، علي فرج ومصطفى عسل. زيك. علي فرج. طب ده بيميزه ايه وده بيميزه ايه؟ انا بحب شخصيه مصطفى عسل ومنتال مصطفى عسل فوق يعني، يعني ما شاء الله عليه بجد. ايه شخصيته؟ ايه اللي عاجبك في شخصيته؟ هو قوي قوي يعني، يعني ما شاء الله عليه ممكن يبقى خسران فوق يعني، ما شاء الله كان بيلعب مع دييجو في بطوله هونج كونج تول اوف داون و10 ناين تشامبيون شيب بول داون ما شاء الله وكسب دييجو الياس. دي بجد بجد يعني حاجه يعني شبه مستحيل انها تحصل في الاسكواش، فهو ما شاء الله عنده منتال فوق فوق الخرافي. طيب ده مصطفى. طب علي فرج؟ انا علي فرج بقى متعه بالنسبه لي ان انا اتفرج على علي فرج. انا بتفرج على علي فرج وانا مستمتع الكوره. علي فرج اللي بيلعبها فولي واللي بيحطها دروب شوت عكسي بريست ايده، انا بالنسبه لي علي فرج متعه ان انا اتفرج على علي فرج. لما تتفرج عليهم بتنزل تطبق اللي بيعملوه؟ هو الموضوع بيبقى صعب شويه بس بتحاول يعني، بتحاول تستفاد حتى ولو اي كوره تعملها يعني. وهيجي عليك الوقت يعني، ممكن فيزيكال انت لسه ضعيف شويه مثلا زيهم، بس هيجي عليك الوقت تعملها يا رب. طيب اكتر لعبه في السكواش، انا هسال كل واحد فيكم اكتر لعبه انت بتحس انت بتحبها بتميز فيها لما بتجي لك نقطه. ستريت. انا بحب العب ستريت. ستريت. نقعد ان شاء الله نقعد في الرالي ده ساعه. بص حد السنه الجايه. حد السنه الجايه ستريت. ما وراناش حاجه. اجي ستريت اللي هي الكره الموازيه للحته ترجع ورا. ومصحف ما ورانا حاجه. نقعد للصبح عادي لغايه ما يدي لك كره مش مظبوطه. ممكن نحط واحده دروب شوت كده من كل فين وفين كده، واحده سايدول كده كل فين وفين. طول بال طول. بس انت كده محتاج تمشي كتير. اه ما الحمد لله بقى. ستريت ده عايز تمشيه كتير. اه ماشي. طب وبتحط تارجت كده وتمشي عشان يجي فيه الكلام ده كله؟ بتعمل كده يا فاروق؟ اه ده بنحط البوكس بتاع الكوره. بتاع الكوره. وبتجيبها فين؟ وبتلعبوا واحد على الباب والكلام ده. اه عارف برضه الغطا بتاعت الازازه. اه بتحطها. بتحطها. انت عمال ده انت عمال اه انت بتصغر بقى بتحجم كل شويه كل لما تلاقي دي اسهل تصغر 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 تصغر. طب انت في الاستريت بتحط تارجت. طب الدروب شوت بتعمله ازاي؟ يعني انا اصلا يعني كل كورتي اصلا يعني مثلا لو لعبت 2 ستريت مش بقدر لازم احطها دروب. انت بتحب الدروب قوي. بحب الدروبات. بحب العب قدام بس. قاتل انت. اه انت بص. اه فاروق. انت بتحب تلعب قدام. اه وانا بحب العب ورا. بس مع كل واحد ومدرسه بقى. طب انت بس الدروب ده قاتل. ما انت كده بص. لا بس السلاح ذو حدين، لو اتسرعت وحطيته وانت مش جاهز ممكن. لا مش حطيته انا جاهز. لا بس اي كره سهله لازم احطها يعني، حتى لو قدام لازم احطها. طب بتحطها له ناحيته ولا الناحيه دي؟ بتحطها فين ولا حسب اي حته؟ انا اهم حاجه تيجي صح. ايدي بتاكله. ايدي بتاكله على الدروب. عايز على الدروب يعني. يعني بس خلي بالك انا بقول لك ده سلاح ذو حدين يعني، انت ممكن تحط دروب ويجي في الصفيحه تستعجل فيه، ممكن يجي عالي يروح عامل لك ورا. صح؟ صح. اه يعني يعني ممكن تبقى انت برضو لا الدروب ده واحد متمكن. فانت ما شاء الله واضح ان انت متمكن. طب انت انت اكتر انت انت بتقول بتحب الستريت صح؟ ايه تاني مع الستريت؟ ايه سايد وول بس مثلا بالنسبه لي. الناحيه الثانيه خصوصا من ورا. من ورا السايد وول بالذات. السايد وول بالذات من ورا لو راح فوق الخط بتبقى خصوصا ان كمان مع الستريتات السايد وول ما بقاش متوقع يعني. ستريت 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 لو واحد سايد وول ما بتبقاش متوقع قوي، فدي برضو بتبقى كوره ويننج، بتبقى يعني كوره كويسه خصوصا عايز لعيب تاني قصادك عنده فيتنس عالي عشان
طب انت بتحب الدروب شوت، طب هو لو لحق الدروب شوت واداه لك دروب شوت تديها لورا؟ ده لورا او هوش عامل سايدول من قدام فجاه يعني اي كوره لو مثلا وانت اسمه ايه بتهوشه لو عملت سايدول بيروح في حته ثانيه اصلا خالص، مش بيروح في نفس المكان اصلا. عجبني ان انتوا يعني حابين السكواش. طب قبل ما افصل انا بسال كل لاعب طموحاتك ايه؟ فانا هبتدي هديك فرصه يا فاروق تفكر. فكر. انا هبتدي بسيف لان واضح ما شاء الله اجابته شكل. طموحاتك ايه؟ طموحاتي في السكواش؟ اه انا ليا طموحين ان شاء الله. اول حاجه ان انا نفسي ان شاء الله ان انا اخد بريتش اوبن في اي سن، بس المهم ان انا ان شاء الله اخدها. ثاني حاجه ان شاء الله بطل عالم بقى، يعني دي طموح اي حد يعني ان شاء الله في السكواش ابقى بطل عالم. هتبقى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله هتبقى في. طب على مستوى الاكاديمي نفسك تبقى ايه؟ نفسك تدرس ايه مستوى التعليم؟ انا كواحد ما بحبش المال فمش هدرس هندسه. ماشي خلاص سيبنا من الهندسه في حاجات تانيه كلها. يعني انا الساينس بالنسبه لي احسن كتير والساينس بالنسبه لي اسهل كتير، فان شاء الله سكه الطب ممكن تبقى احسن بالنسبه لي كتير من الهندسه يعني. ان شاء الله ان شاء الله تبقى كده وتحقق كل اللي انت عايزه يا رب. ربنا يخليك. طب فاروق انت نفسك على مستوى السكواش نفسك في ايه؟ انا نفسي اكسب بطوله العالم بتاع سكواش كبار. بطوله العالم عندك بطوله كبار؟ كبار انت حتى نطيت على طول مش. طب ده حلو. انا نفسي برضه اطلع بريتش وانا رانك اول. انت اول على مصر عايز تطلع البريتش؟ طب انت البريتش انت 13 رحت امريكا، طب ما رحتش البريتش ليه؟ عشان انا اسمه عيد ميلادي 28/12 فقبل البريتش. يا حظك رحت 15 رجك ال 17. على فكره هتقابلك كل مرحله سنيه. ايوه. طب هتعمل ايه؟ انا سنه مثلا كل سنه امريكا وسنه بريتش، سنه امريكا سنه بريتش. برافو عليك صح. سنة امريكا مش هتنفع تطلع اتنين في سنه واحده. لا يعني عليك يا فاروق انت كده لفتت نظري. طب بس اقول لك على حل تاني. العب قبل بطولة بريطانيا السن الأكبر زي مصطفى وفي رانك أول خمسة، دي صعبة بس مع سنك عند 15-17 ده تعملها. بس أنا لازم ألعب دلوقتي 17. أنت لو عايز تدخل بريتش مرتين ألعب دلوقتي 17. أيوة أنا بقول لك كده ولازم تلعب دلوقتي 17. لا صعب صعب دلوقتي حاجة. مشيها يا باشا واحدة كده واحدة كده ومفيش مشكلة. نورتينا وشرفتينا يا فاروق. أنا سعيد بيك جدا وألف مليون مبروك وحاجة تشرف يعني. شكرا. مبروك يا حبيبي وإن شاء الله تبقى أحسن وأحسن. سيف انا بشكرك نورتني يا حبيبي سيدنا رفاعي وان شاء الله في يوم من الايام هنتقابل وانت محقق طموحك ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا حبيبي. انا اعزائي المشاهدين ده كان حلقتنا النهارده مع مستقبل سكواش. اتمنى يا رب تكونوا سمعتوا وشفتوا حتى الابطال وهم صغيرين في السكواش بيفكروا ازاي عشان تبقوا عارفين ليه مصر في السكواش كده. بشكركم شكرا جزيلا في حسن المتابعه والى حلقه جديده مع الابطال.